بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الحصة السابعة من محاضرات السي بي اي لمادة الأودت. إحنا النهاردة هنبتدي إن شاء الله يونت 3 أو موديول 3. زي ما اتعودنا إن إحنا بنقول قبل ما نبتدي أي محاضرة بنقول تاريخ المحاضرة. النهاردة 9 سبتمبر 2016، 9/9/2016 ده بالنسبة للتاريخ. بالنسبة للمحاضرة النهاردة فإحنا إن شاء الله هنبتدي يونت 3 اللي هو بيتكلم على الانترنال كنترول والاسسمنت بتاع الكنترول ريسك. نحاول نفكر الناس شويه، احنا يونت 2 كان بيتكلم في ايه، او احنا ايه اللي وصلنا للمرحله دي. احنا يونت 2 كنا بنتكلم على البلاننج بتاع الاوديت، عملنا بلاننج للاوديت عن طريق البريلينري اكتيفيتيز، انك بتشوف الاندبندنس، بتشوف الكونفليكت اوف انترست، بتشوف بتعمل اندرستاندنج مع الكلاينت بتاعك على السكوب، تشوف هتعمل له اوديت، هتعمل له اجريمنت بروسيدجرز، هتعمل له قهوه، هتعمل له شاي، تشوف هتعمل له ايه. المهم تتفق معاه ايه السيرفيسز اللي انت هتقدمها له، ده السكوب. بتتفق معاه على الريسبونسبيلتيز بتاعتك، الريسبونسبيلتيز بتاعته، كل واحد متوقع من التاني ايه، كل الكلام الظريف ده حطيناها في انجيجمنت ليتر. وقلنا الانجيجمنت ليتر بيبقى عباره عن ايه، اتكلمنا على الاوديت ريسك، اتكلمنا على الكنترول ريسك، الانهيرنت ريسك، ديتكشن ريسك، اتكلمنا على الفرود، كان على حاجات كتيره جدا كانت ظريفه جدا في يونت 2. يونت 2 من يونتس مهمه جدا. يونت 2 بيديك فهم او بيديك اساس لحاجات كتيره المنهج هكمل بيها. طيب يونت 3 بيتكلم على الانترنال كنترول. يونت 3 مهم جدا 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 جدا. يونت 3 والكلمتين اللي هقولهم دول مهمين جدا. يونت 3 بيتكلم على الانترنال كنترول اللي هي هتفيدك سواء انت شغال في اكسترنال اوديت، سواء انت شغال في انترنال اوديت، او سواء انت شغال في السوكس كومبلاينس. في ناس كتيره بتترعب من كلمه السوكس كومبلاينس، يقول لك السوكس كومبلاينس ده في 7 بس هم اللي بيعرفوا السوكس كومبلاينس في العالم، منهم 3 محبوسين تحت الارض و4 بس هم الناس ما حدش عارف هم فين. تمام، السوكس كومبلاينس ما فيهوش اي حاجه. السوكس كومبلاينس هو عباره ان انت فاهم انترنال كنترول بس بتتكلم بلانجوج مختلفه شويه، عشان القانون الامريكي بيطلب شويه حبشتكنات كده بلانجوج معينه وخلاص. البيز بتاعها الانترنال كنترول سيستم. يعني انت لو حضرتك فهمت معايا الانترنال كنترول كيونت او كسايكلز او كنظام في السي بي اي او في الماده في البارت ده، هيديك اساس كويس لو انت اكسترنال اويتر في الشغل بتاعك، لو انت انترنال اويتر برضه هيساعدك جدا، ولو انت شغال في السوكس كومبلاينس هيساعدك جدا جدا جدا. ده اول خطوه، السوكس كومبلاينس دي اول خطوه للسوكس كومبلاينس. طيب قبل ما اخش في المنهج او قبل ما اخش في اليونت، اليونت بيتكلم على النيتشر اوف انترنال كنترول، ذا اويترز كونسيدريشن اوف انترنال كنترول، الاكاونتنج سايكلز، وشويه اذر كونسيدريشنز. اليونت ما اظنش هيخلص في حصتين، ربنا يسهل، مش عارف يعني احتمال يخلص في حصتين. يعني ان شاء الله متوقع الافرج او متوقع توقعي الشخصي ان اليونت هيخلص في حوالي 3 محاضرات. خلص في 2 خير وبركه، خلص في 3 زي الفل. لقيت نفسي خستعت منكم والدنيا باظت، هضطر اخش في المحاضره الرابعه. ان شاء الله ربنا يسهل وما اخشش في المحاضره الرابعه، ان شاء الله يبقى يا محاضرتين يا 3، والاغلب 3 محاضرات. ده بالنسبه لليونت. اول النهارده ان شاء الله هنخش في النيتشر اوف انترنال كنترول، هنشرح ايه هو الانترنال كنترول، وهنتكلم على الاويتر كونسيدريشن في انترنال كنترول. انت كاويتر، انت كمراجع، انت ايه اللي انت بتتوقعه من الانترنال كنترول سيستم اللي موجود في الشركه. ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر نغطي التو توبكس دول النهارده. طيب قبل ما اخش في الكتاب، محتاج افكرك بقصه مهمه. والقصه دي انت كمراجع، انت كاكسترنال اوديتور، المفروض تبقى في دماغك طول ما انت عايش، طول ما انت شغال في المهنه المهببه دي، المفروض القصه دي تبقى في دماغك. هتفيدك للكارير بتاعك ان انت وانت شغال تعرف انت بتعمل ايه، وهتفيدك في امتحان السي بي.
وهتفيدك انك تفهم انا دلوقتي هعمل ايه في اليونت ده. القصه ابتدت ان في كلاينت جالي قال لي يا عم عمرو انا عايزك تيجي تراجع عليا. جميل. رحت انا عملت قلت له ماشي يا عم زي الفل، تعالى نشوف الاندبندنس، تعالى نشوف الكونفليكت اوف انترست، تعالى نشوف لو الخدمات اللي انت عايزها انا بعرف اعملها اصلا ما بعرفش اعملها. عملنا شويه بريليمينري اكتيفيتيز اللي احنا شرحناها في يونت 2. جميل. وبعد كده شفنا البريديسيسور، كلمنا البريديسيسور اللي هو الاوديتور القديم وقلنا له انت سبت الراجل ليه؟ قال لنا اصل انا كنت مش عارف ايه، وحكى لنا قصه كده فكسنا وخلاص. وخلصنا كل البريليمينري اكتيفيتيز. وفي الاخر الكونكلوجن بتاعتي ان انا همضي مع الراجل وانا السنه دي هراجع على الشركه دي. جميل. موضوع الانجيجمنت ليتر دلوقتي بدات اللحظه اللي انا هبتدي فيها اعمل الاوديت بروسيس. الاوديت بروسيس بتبتدي بايه؟ ان انت بتعمل اندرستاندنج للكلاينت اند اتس انفايرمنت including the internal control system. يبقى انت بتعمل ايه؟ من اول حاجات بتعملها بتعمل ايه؟ understanding للكلاينت and its environment including the internal control. يعني بتفهم الراجل اللي انت هتنزل تراجع عليه، بتفهم الانفايرمنت اللي هو بيوبريت فيها، وبتفهم الانترنال كنترول سيستم. بمعنى زي نفس الاكزامبل اللي احنا قلنا عليه من المحاضرات اللي فاتت، هو انا لما هنزل اراجع على فودافون زي ما هنزل اراجع على المراعي؟ لا. ليه؟ دي انفايرمنت ودي انفايرمنت. ده تيليكوم، تيليكوم يعني تيليكوميونيكيشن، تيليكوم اندستري، وده فود مانيفاكتشرنج اندستري. يبقى اكيد الانفايرمنتس مختلفه. الراجل بتاع المراعي عنده حاجات كتيره خاصه بالسيفتي، بالسيفتي بتاعت السيت بتاعت الاكل والحاجات بتاعت الاكل، حاجات حساسه انت بتتعامل مع اكل. لكن فودافون ما عندهاش بقى سيفتي الاكل ومش سيفتي الاكل والهرتله دي. فودافون ممكن يكون عندها اعتبارات تانية، البرايفسي، السريه، ان مثلا ما ينفعش في الدول المحترمه ما ينفعش انا مثلا حد يتجسس على التليفون. يعني ما ينفعش انا اتكلم في التليفون مثلا ولاقي ان في حد بيسمع مكالمتي مثلا. تمام. فده ممكن يبقى concern في الانفايرمنت بتاع فودافون، لكن هل ده هيبقى concern في الانفايرمنت بتاع المراعي؟ لا، المراعي اصلا ما فيهاش برايفسي. المراعي هي عباره عن شويه لبن وزبادي وشويه عصاير وخلاص. تمام. يبقى الانفايرمنت مختلفه، يبقى الكلاينت مختلف، الانفايرمنت بتاعته مختلفه، فطبيعي الانترنال كنترولز اللي في كل واحده فيهم مختلفه. خلي بالك من حاجه، في انترنال كنترولز بيزكس كده كده بتطبق على كل الشركات. يعني لما نيجي نشرح ان شاء الله هنعرف ان في حاجه اسمها segregation of duties اللي هي فصل المهام، segregation of duties، وهنشرح ان ايه segregation of duties. بس segregation of duties ده concept في internal control. والله بقى يتطبق على فودافون، يتطبق على المراعي، يتطبق على عم صالح البقال. تمام. هو هي نفس الكونسبت، بس الفكره في الابلكيشن بتاع الكونسبت. يعني السيجريجيشن اوف ديوتيز في المراعي ان مثلا اللي بيبيع اللبن او اللي بيبيع العصير ما يبقاش هو اللي مش عارف اللي بيسجل العصير، او ما يبقاش هو اللي بيعمل اوثرايزيشن لسعر العصير مثلا. لكن السيجريجيشن ديوتيز في فودافون مختلف، هيبقى مثلا تعريف الدقيقه بالدليفري سيرفيس والحاجات دي كلها ونقط الاعتراف بالايراد، بس الكونسبت هو هو. يبقى الانترنال كنترول بيختلف من انفايرمنت لانفايرمنت، ان ده تيلي كوميونيكيشن وده اتصالات، بس في بيزكس معينه انت بتستخدمها في جميع الصناعات. جميل. وعشان كده انت كاويتر، يعني انا كاويتر مش مطالب مني ان انا لما انزل شركه ابقى الخبير الروسي في الصناعه دي. بمعنى كلنا شفنا ان انت مثلا ساعات بتنزل شركه صناعيه لاول مره في حياتك. طبيعي انت، يعني طبيعي ان انت مش كل الاندستريز بتبقى انت مولود عندك خبره فيها، لا، ساعات بتنزل اندستريز جديده عليك. جزء من المرحله الاولى في الاوديت ان انت بتعمل اندرستاندنج للانتيتي مع الـ environment بتاعتها. يعني بتعمل اندرستاندنج للانتيتي اند اتس انفايرمنت انكلودنج ايه؟ الانترنال كنترول.
انت فاهم البيزكس، بس هيبتدي بقى تفهم او تحط في دماغك او تبتدي تستوعب التفاصيل اللي في الانفايرمنت دي اللي انت ما كانتش عندك. يعني انت مثلا جاي طول عمرك بتراجع على تيلي كوميونيكيشن ورموك في المراعي، تمام؟ هي نفس الكونسبت، بس انت محتاج تفهم بقى ايه الانفايرمنت بتاعه الشركات الصناعيه وهكذا. طب ليه المقدمه دي؟ عشان المقدمه دي هي اللي هتخليني اروح لليونت ده. فدلوقتي انا لما هنزل انا حابب اندرستاندنج للانتيتي او للكلاينت، خلينا نقول اندرستاندنج للانتيتي and its environment including its internal control. طيب السؤال هو مين بيحط internal control؟ انا كمراجع ولا الشركه؟ لا، الانترنال كنترول دي حاجه بتاعت الشركه. انت بتنزل تقيم نظام الرقابه الداخليه اللي جوه الشركه اللي الشركه مسؤوله عنها. يبقى اول نقطه مهمه تحط تحتيها مليون خط، الانترنال كنترول سيستم هي ريسبونسبيلتي بتاعت مين؟ مسؤوليه مين؟ المانجمنت. انا مش هنزل اقول لهم حطوا لي الحته دي في خزنه وهنا يبقى في 3 3 واي ماتشنج هنا وهنا تبقى مش عارف او بري نمبرد فورمز هنا وتفيد الاكسس على السيستم هنا. انا مش هقول لهم الكلام ده. هم عايزين يعملوا السيستم انا وسهلا، مش عايزين السيستم في 60 داهيه. انا مش مشكله، مش تفرق معايا، انا بنزل اراجع، انا بنزل اقول رايي، انا بنزل برنس اللي موجود بقول رايي عليه، لكن ما بنزلش اعمل لهم انترنال كنترول سيستم. فالانترنال كنترول سيستم ده بتاع الشركه. امال انا ادوري ايه؟ انا ادوري ان انا بقيم الانترنال كنترول ازاي. انت بتقيم الكنترولز، وهنشوف ده هنتكلم عنها بالتفاصيل. انت بتقيم الكنترولز ليه؟ يعني ايه في الاخر تقييم الكنترولز؟ يعني ما انت في الاخر انا كعمر انا هدفي في الاخر ان انا اديهم اوديت ريبورت بيقول ان القوائم الماليه يا اما ظريفه وتعبر عن الوضع الحالي للشركه، يا اما القوائم الماليه، يا اما قوائم الفاينانشال ستيتس قوائم ماليه زي الزفت ولا تعبر عن اي زفت والشركه دي داخله في حيطه. ده الفاينل بروجكت بتاعي انا كل الهرتله اللي انا بدرسها دي عشان في الاخر تطلع بورقه كده اسمها اوديت ريبورت. على ايه؟ على الفاينانشال ستيتمنتس. طب لو الشركه عندها انترنال كنترول زي الزفت، الاوديت ريبورت هيطلع، بس الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتها مظبوطه، الاوديت ريبورت هيطلع ايه؟ هيطلع زي الفل. هي الانترنال كنترول زي الزفت، بس الفاينانشال ستيتمنتس انا لما عملت تيست لقيت الفاينانشال ستيتمنتس مظبوطه. انا هنا بتكلم على شركه مش سوكس. شركات السوكس بيبقى فيه اوبينيون على الانترنال كنترول، بيبقى فيه اوبينيون على الفاينانشال ستيتمنتس. انسى السوكس دلوقتي، هنتكلم عنه في وقته. انا بتكلم على الشركات العاديه، تمام؟ الشركات العاديه حضرتك دلوقتي انا نازل عشان اعمل اوديت، انا نازل عشان اشوف الفاينانشال ستيتمنتس واديكم اوديت ريبورت واقول لكم السلام عليكم. طب ليه بقى يا عم هتزهقنا وتشوف الانترنال كنترول وتست اوف كنترولز وتعمل اندرستاندنج وفلو تشارتس وناريتيفز وتضرب في حاجات في اوديت فايل؟ ليه كل ده ليه؟ يعني لسبب بسيط جدا. لو انا دلوقتي هنزل راجع على سي مثلا الريفينيو سايكل وهنعرف يعني ايه سايكل دلوقتي. هناخد ان شاء الله الاكونتنج سايكلز، بس مش الحصه دي، يعني الحصه اللي جايه الحصه اللي بعديها ان شاء الله، غير الحصه اللي جايه ان شاء الله. لو انا نزل راجع على الريفينيو، عايز اشوف هل رقم الريفينيو اللي في الانكم ستيتمنت صحيح ولا مش صحيح. طبعا بطريقه معقوله، يعني بتدي ريزنبل اشورنس. طيب انا لو ما فيش انترنال كنترول سيستم، هضطر افحص عينه كبيره. ليه؟ عشان اخد كومفورت. وطبعا كلمه كبيره وصغيره قد ايه دي ليها سامبلنج ميثودولوجي، يعني برضو الموضوع مش بطيخه كده اللي هو احنا ما فيش انترنال كنترول خد عينه كبيره كام 500 600 قشطه يعني. لا، ما فيش كده، هي ليها كرايتيريا معينه وليها ايكويشن معينه. المهم هتيجي في وقتها. انت دلوقتي لو انت ما عندكش، لو انت لقيت ما فيش انترنال كنترول سيستم جوه الشركه، هتضطر تفحص بيزد ان ما عندهمش انترنال كنترول سيستم، فهيبقى عندك سامبل كبيره. بس انت لو انت لقيت ان الشركه عندها نظام رقابه داخليه، يبقى هم نفسهم
من قبل ما انت تنزل وتراجع عليهم، هم عندهم بيعملوا رقابة على نفسهم. ازاي؟ عن طريق كنترولز معينة، كنترولز معينة. يعني مثلا الفواتير مثلا بتتراجع قبل ما تطلع، مثلا التسعير بتاعت البضاعة بيطلع بيجي من اكزيكتيف مانجمنت. في ثري واي ماتشنج بيحصل، يعني حاجة اسمها ثري واي ماتشنج هنعرفها. دي بتحصل قبل ما تعمل ريفينيو ريكوجنيشن في البوكس بتاعتك، يعني قبل ما الايراد يتسجل في الدفاتر بيحصل ثري واي ماتشنج. مين اللي بيعمله؟ الاداره، مش انت، الاداره بتعمله. تمام؟ فانت معنى كده ان انت لما بتشوف الانترنال كنترول سيستم بتاعهم بتقول اه والله ده هم بيعملوا رقابه على نفسهم. هل تفتكر انت الابروتش بتاعك لما بتنزل شركه عندها انترنال كنترول سيستم، هل نفس الارتياح بتاعك بيجي لك من شركه ما عندهاش انترنال كنترول سيستم؟ لا طبعا. يعني لو شركه عندها انترنال كنترول سيستم كويس، بدل ما تفحص 500 عينه ممكن تفحص 200. لكن لو شركه ما فيهاش انترنال كنترول سيستم هتضطر تفحص 500 او 600 حسب الرقم هيجي لك. يبقى معنى كده ان الانترنال كنترول لو هو موجود كويس في الشركه، وهنقول يعني ايه كلمه موجود كويس دي، يعني ليها لفظ معين، يعني في اوبريتنج افكتيفنس. تمام، خلينا هنتكلم باللانجوج دي كمان شويه. تمام، لو في انترنال كنترول سيستم موجود كويس في الشركه، هيخفض لك عدد السامبلز بتاعتك اللي انت بتفحصها، وهيوفر عليك وقت. يبقى انت ليه يبقى انت ليه بتتوسم خيرا ان الانترنال كنترول يبقى كويس؟ عشان يوفر عليك في السبستنتف تيستنج، اللي هو الاوديت بروسيس اللي انت بتعملها، اللي اسمها سبستنتف تيستنج، اللي هو الفحص بتاعك. يبقى انت الترتيب المنطقي، الترتيب الطبيعي، ان انت تنزل الشركه بتعمل اندرستاندنج للانتيتي اند اتس انفايرمنت انكلودنج اتس انترنال كنترول، وبعد كده تعمل تيست اوف كنترولز، بتعمل تيست للكنترولز. وعلى اساس التيست اوف كنترولز، بتقول يا اما التيست اوف كنترولز حلو فمش هنفحص عينه كبيره وهناخد كومفورت على الانترنال كنترول، او الانترنال كنترول زي الزفت فمش هناخد كومفورت على الانترنال كنترول وهنضطر نفحص كل حاجه بايدينا. سؤال، انت دلوقتي ركز معايا في الحته دي قوي. انت دلوقتي قلت حاجه غريبه قوي، انت قلت هتعمل اندرستاندنج للانتيتي يعني اتس انفايرمنت انكلودنج اتس انترنال كنترول، وبعد كده تعمل تيست اوف كنترولز. ايه ده؟ هي مش دي هي دي؟ يعني هو ايه الفرق؟ لا، في فرق ان انا افهم الانترنال كنترول، وفي فرق ان انا اعمل تيست اوف كنترولز. يعني ايه؟ يعني بص يا سيدي وركز معايا قوي في الموضوع ده، عشان على اساسه هتفهم بقيه اليونت، وعلى اساسه هتعرف تعمل شغلك صح في الواقع العملي. قاعد دلوقتي نزلت لقيت، وانا بقى قاعد كده مع الراجل لسه في الاول، بقول له والله يا باشمهندس انا عايز افهم الانتيتي اند اتس انفايرمنت انكلودنج اتس انترنال كنترول زي ما المعيار بيقول. فهمني يا عم الشركه فهمني الانتيتي بالانترنال كنترول مش عارف بالبتنجان. قال لي ايضا ماشي، عايز تفهم ايه؟ قلت له تعالى ابتدي بالريفنيو. انتوا ازاي بتبيعوا وازاي بتسجلوا الريفينيوز جوه الشركه؟ قال لي والله احنا عندنا بروسيس معينه، عندنا بروسيس عمليات معينه عشان عمليه البيع. يعني مثلا بيطلع سيلز اوردر، السيلز اوردر ده بيتحول مش عارف بيروح المخازن، المخازن بتطلع البضاعه، البضاعه بتطلع مع السيلز اوردر اللي جاي مش عارف مع ايه، طق طق طق، وبعد كده شويه ورق بيروح شويه ورق بيجي، واستاذ حسين بيمضي واستاذ حمدي بيجي يراجع، وقصه كده طويله عريضه. وفي الاخر بنعمل ثري واي ماتشنج، بنشوف السيلز اوردر مع بنشوف الدليفري داكت مع بنشوف الانفويس اللي طلعت، ثلاث حاجات كده هنشوفهم بعدين، بعيدا عن التفاصيل دلوقتي مش هنخش في التفاصيل. بنعمل ثري واي ماتشنج ما بين السيلز اوردر والدليفري داكت والانفويس، وعلى اساس الثلاثه دول الثري واي ماتشنج دول بتبقى الريسك والتايتل بتاعت البضاعه اتنقلت من عندنا للكاستمر، فعلى اساسه بنسجل الانترنال كنترول. قلت له والله ده انتوا شويه عالم برنسات، ده انتوا بتعملوا ريفينيو سايكل زي ما الكتاب بيقول.
وريني كده واحده. راح وراك قال لك اهي دي يا عم، هات لي يا ابني ورقه يا ابني اكزامبل كده. قال لك ايه، هات لي ورقه كده اكزامبل اكزامبل، ويوراني وراني كده السايكل بسرعه بتعمل ازاي. لما انت قعدت كلمت مع الراجل وقعدت تدردشه وحكى لك السايكل بتعمل ازاي، اسمها اندرستاندنج. اسمها ايه؟ اندرستاندنج للبروسيس، عمليه فهم البروسيس. انت بتفهم البروسيس ماشيه ازاي بالانترنال كنترول. يعني هو بيقول لك مثلا الريفينيو ما يتسجلش غير لما يحصل 3 واي ماتشنج. ده انترنال كنترول، ده كنترول بوينت ظريفه جدا. فده اندرستاندنج. فانت عايز تفهم الموضوع، فبتقول له طب ماشي وريني كده. انت لسه ما بتعملش تيست، خلي بالك انا لسه ما عملتش تيست. فقلت له طب والله يا باشمهندس انا لسه مش متخيل الوضع كده، انت قلت كلام كتير انا مش فاهم. وريني كده سامبل واحده، وريني كده شكل الدوكيومنتس عامل ازاي. راح جاب لك سامبل كده مع المكتب، اي سامبل تمام، وراك قال لك والله هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وادي الفلو اوف دوكيومنتس، ادي السيلز اوردر بيروح للوير هاوسز، الوير هاوسز بيترلز بيطلع دليفري دوكت، الدليفري دوكت بيروح للاكاونتنج مع السيلز اوردر ويعملوا ثري واي ماتشنج. الثري واي ماتشنج بيحصل بيتسجل الريفينيو. وراك اللفه دي لسامبل واحده، اللي وراها لك لايه؟ لسامبل واحده. السامبل الواحده دي اسمها ووك ثرو. السامبل الواحده دي اسمها ايه؟ افهم الموضوع ده وحاول تعرف. الاسم ده مهم جدا، اسمه ايه؟ ووك ثرو. امشي ووك ثرو، يعني انت بتعمل ووك ثرو ذا بروسيس، بتمشي خلال البروسيس. الووك ثرو عباره عن ايه؟ الووك ثرو عباره عن سامبل واحده الراجل بيديها لك عشان يفهمك البروسيس ماشيه ازاي. يبقى الووك ثرو مش تيستينج، الووك ثرو جزء من الاندرستاندينج. الووك ثرو مش تيستينج. حط الكلمتين، حط مليون خط تحت الكلمتين دول. الووك ثرو مش تيستينج، الووك ثرو جزء من الاندرستاندينج. الووك ثرو بنسميه كونفيرميشن اوف ذا اندرستاندينج. يعني انت الراجل قاعد يرغي معاك ساعه ونص على قلبك، وانت خلاص يعني بدات بقى تتهيس منه والعمليه بدات تخش في بعضها. طب وريني كده انت بتعمله ازاي. راح وراك سامبل واحده، فانت بتعمل كونفيرميشن للاندرستاندينج بتاعك عن طريق ووك ثرو سامبل. يبقى الووك ثرو هو جزء من الاندرستاندينج، وبنعتبره ككونفيرميشن اوف ذا اندرستاندينج، او على اللانجوج بتاعت شويه من بيج فور يقول لك دي فاليديشن للاندرستاندينج. انت بتعمل فاليديشن للاندرستاندينج او كونفيرميشن للاندرستاندينج. ما فيش تيست اوف كنترول لسه. طيب فهمت البروسيس، والراجل عطاك كده ووك ثرو سامبل، فهمت منها الدنيا ماشيه ازاي. فانت تقييمك الظريف ان والله دي البروسيس دي ماشيه زي الفل، وفيها كنترول بوينتس ظريفه، زي مثلا يعني الثري واي ماتشنج. ده عندهم ثري واي ماتشنج، معنى كده ان الريفينيو مش هيتسجل غير لما يحصل ثري واي ماتشنج. مين اللي بيعمله؟ انا اللي بعمله كاوديتر؟ لا، ده المانجمنت بتعملها كجزء من البروسيس بتاعتها. جميل. طب ما هو كله كلام في الهواء. يعني ايه كله كلام في الهواء؟ ما هو ممكن الراجل يقعد يرغي على قلبك ساعه ونص ساعتين ان هو عنده بروسيس، زي ما الجلوبال بيست براكتس قال، زي ما كتاب الاوديت بتاع السي بي اي قال، وقال لك احنا عندنا كذا وكذا 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 وبنعمل كل حاجه واحنا جامدين جدا. تمام. طيب تيجي بقى تشوف مفيش. الكلام حلو، طب ما هو قال لك طب ما انت شفت ووك ثرو بروسيس، انت شفت سامبل. ايوه، السامبل دي انت بتفهم منها، بتعمل كونفيرميشن اندرستاندينج. انت الووك ثرو سامبل دي هي سامبل واحده، الراجل بس بيوريك الدنيا ماشيه ازاي. الووك ثرو مش تيستنج. طيب اعرف منين ان ده مش كلام في الهوا وان ده فعلا بيحصل في الارض الواقع؟ يبقى انت هتضطر تعمل تيست للكنترول. تعمل تيست لايه؟ للكنترول. ازاي؟ هتقول له والله انتوا بتقولوا ان انتوا بتعملوا ثري واي ماتشنج للريفينيو للسيلز، الديزاين بتاع الكنترول
زي الفل. خلي بالك من اللانجوج اللي بتكلم منها دلوقتي. الديزاين بتاع الكنترول جميل. يعني ايه الديزاين؟ الكنترول زي ما الراجل قاله لك، بص زي ما انت سمعته، زي ما انت سمعته وزي ما انت شفت بالوك ثرو اللي هي جزء الاندرستاندينج، الديزاين ظريف. يعني في حاجه اسمها ديزاين افكتيفنس. يعني ايه ديزاين افكتيفنس؟ يعني الديزاين بتاع الكنترول انت مبسوط بيه، انت مبسوط بالديزاين. لسه ما شفناش التست، لسه ما عرفش الكلام ده بيتطبق على ارض الواقع ولا ما بيتطبقش. ممكن يكون الديزاين زي الفل ومش بيعملوا حاجه، ممكن يكون الديزاين زي الفل وايه ومش بيعملوا حاجه. جميل. فالديزاين حلو، فانت هتقول له بص يا عم بقى، انتوا الديزاين بتاع الكنترول جميل بيزع الاندرستاندينج اللي هو شويه اللك وبيزع الوك ثرو، تعالى بقى اشوف هل انتوا فعلا بتطبقوا الكنترول ده ولا مش بتطبقوا الكنترول. يعني ايه؟ يعني انتوا مثلا بعتوا السنه دي كام فاتوره، بعتوا السنه دي كام ترانزاكشن، طلعتوا كام فاتوره السنه دي. طلعنا مثلا سي مثلا يعني طلعنا مثلا بتاع 500 مثلا 5000 فاتوره، 5000 فاتوره. جميل. هتقول له ماشي، هات لي مثلا 25 فاتوره، هات لي 25 فاتوره او هات لي 30 فاتوره، تمام، عشان اشوف هل كل الفواتير اللي طلعت اتعمل لها 3 واي ماتشنج ولا لا، اتعمل لها 3 واي ماتشنج ولا لا. تمام. يبقى انت هنا بتعمل تيست. هل بتعمل تيست للارقام؟ لا، انا لسه ما شفتش ارقام، لسه ما دخلتش في السبستنتيف تيست اللي هو بقى بشوف الفواتير ومش عارف ايه. انا هنا بشوف الكنترول، انا هنا بشوف ايه؟ بشوف الكنترول فقط، بشوف الكنترول، مش بشوف لسه ما دخلتش في السبستنتيف تيست. انا لما هاخد الفواتير واخد الحاجات دي، انا ايه الاوبجكتيف بتاعي؟ ان انا بشوف سبستنتيف تيست؟ لا، انا هنا بشوف الكنترول، الانترنال كنترول اللي الشركه عاملاه والديزاين بتاعه كان كويس، هل بيتطبق ولا لا؟ كلمه بيتطبق ولا لا يعني بتشوف الاوبريتنج افكتيفنس. حط تحت الكلمه دي مليون خط، حط تحت الكلمه دي مليون خط. يبقى انت لما بتعمل تيست اوف كنترولز بتعمل بتشوف الاوبريتنج افكتيفنس. يعني ايه؟ يعني اول مرحله الرغي بالووك ثرو اللي هو الاندرستاندينج ده اسمه بتعمل بتشوف الديزاين، الديزاين بتاع الكنترول. وبعد كده بتشوف لو الديزاين حلو، لو بص بقى خلي بالك من الكلمه دي، لو الديزاين حلو بتروح للاوبريتنج، بتشوف بقى الاوبريتنج افكتيفنس، بتعمل تيست اوف اوبريتنج افكتيفنس وبتشوف هل الفواتير، هل الكنترولز اللي هم قايلين عليها بتتطبق ولا مش بتتطبق. طيب خدت انا بقى خدت سامبل، بص بقى اخدت سامبل من الكنترولز اللي هم عاملينها وعملت تيست اوف كنترولز، شفت هل حصل 3 واي ماتشنج ولا لا ما بين السامبل اللي اخترتها. لقيت ان الاوبريتنج افكتيفنس موجود، يعني مفيش مشكله، الكنترولز اوبريتنج افكتيفلي، يعني ما عنديش مشكله في الاوبريتنج افكتيفنس والشركه فعلا بتطبق الكنترول اللي هي عملته ديزاين. يبقى انا كده اخدت كومفورت، يبقى انا كده اخدت كومفورت، اخدت ريزونبل اشورنس او خدت كومفورت، بنسميها كومفورت، ان الانترنال كنترول اللي في الريفينيو سايكل اللي في الثري واي ماتشنج شغال. في اللحظه دي اقول بقى خلي بالك من حاجه، مش معناها ان انا مش هعمل سبستنتيف تيست، لسه هتعمل سبستنتيف تيست. السبستنتيف تيست لازم يتعمل تاني، السبستنتيف تيست لازم يتعمل. بس الفكرة كلها ان انت بدل ما تلبستك 600 فاتورة تقعد تفحص فيهم شهر كامل، لا انت ممكن تفحص 150 فاتورة بس، ممكن تفحص 200 فاتورة بس. يبقى الاوبجكتيف، يبقى الاوبجكتيف بتاع التست اوف كنترولز مش ان هو يعمل اليمينيشن للسبستنتيف تيست، السبستنتيف تيست، السبستنتيف تيست لازم يتعمل، السبستنتيف تيست لازم يتعمل، كده كده لازم يتعمل. الفكره في التست اوف كنترولز انه بيريحك في السبستنتيف تيست، انه ايه؟ بيريحك في السبستنتيف تيست. بس اوعى حد يقول لي انا عملت تست اوف كنترولز فمش هفحص بقى، مش هعمل سبستنتيف تيست. يا فرحتي، ما انت نازل تعمل ايه؟
التست اوف كنترولز بيريحك في السبستنتف تيست، لكن مش بيلغي السبستنتف تيست. ماشي، دي حاجه. طب لو السامبل، لو انا، لو الديزاين حلو، بص بركز معايا تاني، لو الديزاين حلو يعني الديزاين بتاع الكنترول 100 100، اخدت السامبل بتاعت الكنترولز ولقيت ان فيها كنترول ديفيشنسيز، وخلي بالك دي اسمها كنترول ديفيشنسيز. عارف لما بتلاقي غلطات في الحسابات بنسميها ميس ستيتمنت. احنا لما بنلاقي غلطه في الحسابات بنسميها ميس ستيتمنت. الغلطه في الكنترولز ما اسمهاش ميس ستيتمنت، اسمها كنترول ديفيشنسي، او بالعربي اسمها القصور في الرقابه الداخليه، كنترول ديفيشنسيز. هنتكلم خلي بالك من حاجه، انا لحد دلوقتي انا لسه ما دخلتش الكتاب ولسه ما قريتش كلمه، انا كل ده بدي بيز، بدي اساس معين ببني عليه فهمك لليونت. الاساس ده مهم جدا على فكره، هيريحك جامد قوي وانا شغال في يونت. فلما لقيت الديزاين حلو جيت اعمل تيست اوف اوبريتنج افكتيفنس، يعني جيت اعمل تيست للكنترولز، تيست اوف كنترولز عشان اشوف الاوبريتنج افكتيفنس، لقيت ان في كنترول ديفيشنسز. يعني مثلا اخدت مثلا 25 فاتوره عشان اشوف هم معمول لهم 3 واي ماتشنج ولا لا، لقيت ان هم مش كلهم، لقيت نصهم مش معمول لهم. معنى كده ان الكنترول مش بيتطبق. الكنترول كديزاين حلو زي الفل ويعدي وما عنديش مشكله، لكن جيت افحص بقى الاوبريتنج افكتيفنس لقيتها مضروبه. ده هم في الكلام حلو، في الديزاين حلو، لكن التطبيق زي الزفت، مفيش اوبريتنج افكتيفنس. ساعتها هتاخد كومفورت على الانترنال كنترول ولا كل سنه وانت طيب؟ كل سنه وانت طيب. وهتضطر تفحص، هتضطر السبستنتف تيست بتاعك تاخد سامبلز عاليه. ليه؟ عشان انت ما خدتش كومفورت على الانترنال كنترول سيستم. جميل؟ يا بص، لو الديزاين حلو بنعمل تيست اوف كنترولز، النتيجه حلوه بتاعت التيست اوف كنترولز بتريحك في السبستنتف تيست وبتخليك تاخد سامبلز اقل. النتيجه زي الزفت، ما بتاخدش كومفورت على الانترنال كنترول وبتضطر تفحص سامبل كبيره. طب السؤال الثاني بقى، لو الديزاين زي الزفت من الاول، يعني ايه؟ يعني الحاله الاولانيه انا قلت لك ده هم عندهم 3 واي ماتشنج وعشان الديزاين حلو عملت تيست اوف كنترولز. طب لو انا بتكلم مع الراجل قلت له عندكم 3 واي ماتشنج للريفينيو او للسيلز؟ قال لي والله ما بنعملش 3 واي ماتشنج. يا نهار اسود، ما بتعملوش 3 واي ماتشنج؟ وما بتسجلوا الريفينيو ازاي؟ بنسجله، احنا بنسجل ريفينيو، احنا كويسين قوي بنسجل ريفينيو من غير 3 واي ماتشنج، او من غير 3 واي ماتشنج ده اللي عندنا. هل في كنترول؟ مفيش كنترول اصلا. يعني يا اما مفيش كنترول، يا اما قال لك احنا بنعمل 2 واي ماتشنج. يعني ايه 2 واي ماتشنج؟ ما هو اسمه 3 واي ماتشنج، يعني هو الكنترول على قهوه المراجعين والمحاسبين وبتوع الانترنال كنترولز، الكنترولز طول عمره اسمه 3 واي ماتشنج. انت جبت منين حته 2 واي ماتشنج دي؟ هو قال لك ده اللي عندنا. فيا اما ما عندوش كنترول، ما عندوش كنترولز، يا اما الكنترولز مضروبه. يبقى ساعتها الديزاين نفسه مضروب. الديزاين مضروب. السؤال، هل هتعمل تيست اوف كنترولز؟ هعمل تيست اوف كنترولز على ايه؟ هو فين اصلا الكنترول؟ تاني، لو الديزاين مضروب، سواء مفيش كنترولز خالص او في كنترولز بس مضروبه، الديزاين بتاعها مضروب، يعني يقول لك انا بعمل تو ويز ماتشنج ما بعملش 3 واي ماتشنج. تو ويز ماتشنج ده يعني ما فيش حاجه اسمها تو ويز ماتشنج، يعني ده عند امه، تمام؟ ما عندناش احنا الكلام ده. هو يعمل اللي هو عايزه، هو حر، دي شركته في الاخر. بس انا كمراجع ما عنديش انا تو ويز ماتشنج. فيا اما ما فيش كنترولز او الكنترولز مضروبه، يبقى مرحله الديزاين اتضربت. هل ينفع بقى تقول له هات لي 25 فاتوره عشان اشوف 3 واي ماتشنج؟ هقول لك يا عم انت بتهزر، 3 واي ماتشنج ايه؟ بقول لك ما عندناش كنترولز، ما عندناش 3 واي ماتشنج، ما عندناش 2 واي ماتشنج، او ما عندناش ماتشنج اصلا. فانت تقول له لا والله انا المعيار بيقول لي لازم اعمل تيست اوف كنترولز. لا، تعمل تيست اوف كنترولز، تعمل تيست اوف اوبريتنج افكتيفنس لو الديزاين كويس،
لكن لو الديزاين مضروب مفيش تيست اوف كنترولز، امال هعمل ايه؟ سبستنتف تيست على طول، تروح تفحص على طول. طب اعمل ايه؟ اكن مفيش كنترولز، نو كومفورت، وتفحص بقى هتضطر تاخد عينه كبيره. هتضطر تاخد عينه كبيره. يبقى في ديزاين، الديزاين كويس، الديزاين بتاع الكنترول كويس، هعمل تيست اوف كنترولز. التيست اوف كنترولز نتيجته حلوه هاخد سامبل قليله، نتيجته زي الزفت هاخد سامبل كتيره. ده اول حاله. تاني حاله الديزاين مضروب اصلا، الديزاين من اولها كده بسم الله الرحمن الرحيم ما فيش اصلا كنترولز، او الكنترولز موجوده بس مش سفيشنت او مضروبه، يبقى مش هعمل تيست اوف كنترولز. تعمل تيست اوف، ودي بص دي للاسف انا بشوفها، شفتها في الواقع العملي مع شباب بتشتغل في المهنه بتاعتنا. يعمل تيست اوف كنترولز على كنترولز مضروبه، يعني عندي تو ويز ماتشنج، عندي في واحد مثلا بيعمل تو ويز ماتشنج، طب انت هتعمل تيست اوف كنترولز ليه؟ طب ما هو اصلا ما عندوش ثري وي ماتشنج، عنده تو ويز ماتشنج بس، ليه تعمل تيست اوف كنترولز؟ ما هي اصلا الكنترول مضروب، اشتغل سبستنتف على طول. يبقى ساعتها مش هتعمل تيست اوف كنترولز، تشتغل ايه؟ سبستنتف على طول. طيب يبقى خدت بالك هتعمل ازاي؟ يبقى الانترنال كنترول على اساسه هتشوف عدد السامبلز، او هتشوف الابروتش بتاعك، هتشوف بتاعك انت ازاي هتشتغل سبستنتف. حلو. جزئيتين ممكن ناس تسالني فيهم، او من الاسئله المعتاده اللي بشوفها. اول سؤال، مين اللي يقول يعني لو انا هعمل تيست اوف كنترولز، يعني انا شفت الديزاين لقيت الديزاين حلو، والكلام ده هيجي بالتفصيل قدام، بس انا عشان بس افهمك الصوره كامله. لقيت الديزاين حلو فقلت للراجل انا عايز افحص الكنترولز، هعمل تيست اوف كنترولز عشان اشوف الاوبريتنج افكتفنس، هات لي 25 فاتوره. ليه 25؟ ليه مش 27؟ وليه مش 23؟ مين اللي يقول عدد السامبلز بتاعت التيست اوف كنترولز؟ خلي بالك انا بتكلم على ايه؟ على التيست اوف كنترولز، مش بتكلم على السبستنتف تيست. السبستنتف تيست اللي انت ان شاء الله لما هتيجي اليونت اللي جاي ان شاء الله هتشوف ازاي نفحص بقى الارقام نفسها، ده موضوع تاني. بالسامبلنج بتاع السبستنتف تيست هنا بتكلم على ازاي تاخد، يعني كام عينه تاخدها عشان تفحص التيست اوف كنترولز. بيعتمد على حاجه اسمها الفريكوانسي اوف كنترول. يعني ايه الفريكوانسي اوف كنترول؟ يعني مثلا كلمه فريكوانسي يعني التكرار، او الكنترول بيتعمل كل قد ايه. بمعنى البنك ريكونسيليشن اللي هي مذكره تسويه البنك، ده يعتبر كنترول. ليه؟ ان لو الشركه بتعمل، طبعا ده مش في السيل سايكل او ريفينيو سايكل، ده مثلا في التريجري سايكل مثلا، بس سايكل ثانيه، بس هو السيل في الاخر كنترول برضه، يعني هنفحصه بمعنى صح. البنك ريكونسيليشن ككنترول لازم يكون في بنك ريكونسيليشن اللي يعملها واحد ما عندوش ريكورد كيبنج، يعني مش هو اللي ماسك حسابات البنوك، واحد مستقل زي مثلا بتوع جي ال ممكن يعملوها. فالبنك ريكونسيليشن بتعمل ولازم اللي عملها يمضي، ولازم تتراجع، يعني السوبرفايزر او الفاينانس مانجر او الفاينانشال كنترولر او وات ايفر، هو ايفر بقى مين موجود في الشركه، لازم هو كمان يراجع ويمضي ان هي اتراجعت. ده كنترول. بس هي البنك ريكونسيليشن بتعمل كل قد ايه؟ والله في شركات بتعملها كل شهر، وفي شركات بتعملها كل اسبوع، بس ما فيش بنك ريكونسيليشن كل يوم. في شركات بتعملها كل يوم انا عارف، بس مش سهله، يعني برضو هنرجع تاني حسب طبيعه نشاط الشركه. في شركات بتعملها كل يوم عشان عندها كاش واتيفر، وفي شركات بتعملها كل اسبوع، وفي شركات بتعملها كل شهر. طب انا لو الشركه اللي انا براجعها بتعملها كل شهر، يبقى الفريكوانسي بتاع الكنترول قد ايه؟ مانثلي. يعني ايه مانثلي؟ كنترول شهري بيتعمل كل شهر. يبقى انا في السنه اللي براجع عليها عندك الكنترول ده اتكرر كم مره؟ 12 مره. هل ينفع اقول له هات لي 25 بنك ريكونسيليشن؟ هل انت عبيط يا عم؟ 25 ايه؟ اذا كانت السنه كلها فيها 12 شهر، والكنترول ده بيتعمل كل شهر، يعني معنى كده ان التوتال بوبيوليشن، يعني البوبيوليشن كامله بتاعت الكنترول ده 12 مره، 12 بنك ريكونسيليشن. اجيب لك 25 منين؟ او هيولدوا مثلا
يجيب لك مثلا بتاع صحابهم معاهم، لا هو البتاع كلها 12 باك ريكونسيليشن، هجيب لك 25 منين؟ فقلت له طب ماشي هات لي 12. 12 ايه؟ هو انت هو احنا كاوديتورز بنفحص 100%؟ لا احنا بنفحص سامبل، احنا بنفحص سامبل. يبقى معنى كده ان انت بتفحص بتاخد عينه للتست اوف كنترولز حسب الفريكوينسي. مثلا المونثلي، 12 شهر انت تاخد كام عينه؟ من 2 ل 5 يعني. طب 2 ولا 5 انت حر، المعايير سابالك، فاضيه يعني سابالك بروح بحر. انت يعني ايه انت حر؟ يعني انت مثلا حاسس يعني انت مينيمم تفحص 2 وماكسيمم 5. فالمعيار بيديك رينج عشان بيعتمد على البروفيشنال جادجمنت. يعني انت ساعات بتحس ان الشركه ماسكه نفسها، الشركه قويه، الشركه الاداره الماليه فيها قويه، فانت ممكن تفحص 2 بس من ال 12. تاني البوبيوليشن ايه؟ 12 عينه. طب 12 بنك ريكونسيليشن ده البوبيوليشن، هتفحص كام من الكنترول؟ الكنترول فريكونسي مونثلي، فانت ممكن من 2 ل 5 يعني تفحص 2 شهرين او تفحص 5 شهور يعني 2 3 4 او 5 من 2 ل 5. والمعيار بيسيب لك فاضي. يعني ايه فاضي؟ يعني بيسيبك براحتك حسب البروفيشنال جادجمنت. انا داخل شركه والشركه شكلها قويه والمدير المالي شكله كده دقرم وحاطط ايده في كل حاجه ومفيش حاجه الا بتعدي عليه، فانا البروفيشنال جادجمنت بتاعي شايف ان الدنيا ماشيه ظريفه، فممكن افحص 2 بس. يعني 2 اخد البنك ريكونسيليشن بتاعت شهرين افحصهم اشوفهم بقى موجودين وممضيين والمدير ماضي والراجل ماضي والبالانس بالبنك بيطابق البنك ستيتمنت والبالانس بالبوك بيطابق التي بي، واشوف كل الحاجات الظريفه دي لمده ايه؟ لشهرين بس. وممكن انا شايف ان والله الفاينانس ديبارتمنت قشطه، يعني الراجل بس ما بيجيش كتير اللي هو الفاينانشال كنترولر او الفاينانشال مانجر، على طول قاعد في الكيتشن بيشرب قهوه برنس كده في دماغه والناس هي اللي بتعمل كل حاجه وهو مش قوي يعني. فممكن انت ممكن تبقى عندك تخوف ان الكنترول، مع ان الديزاين كويس يعني انت شفت الديزاين والديزاين كويس، بس انت حاسس ان في حاجه، فانت ممكن تفحص 5 عينات مش لازم 2. يبقى 2 ولا 5 يعني من يعني انت عندك من 2 او 3 او 4 او 5 يعني تفحص شهرين او تفحص 3 او تفحص 4 او تفحص 5 يعني من 2 ل 5 تفحص 2 او تفحص 5 انت حر حسب البروفيشنال جادجمنت. لما هنيجي نتكلم في تفاصيل ان شاء الله هتعرف ان الفريكونسي في حاجه اسمها جدول الفريكونسي. يعني مثلا لو كنترول بيتعمل كل شهر بتفحص من 2 ل 5، لو كنترول بيتعمل كل اسبوع، كل اسبوع معناها ان البوبيوليشن كلها 52 اسبوع، ما هو السنه فيها 52 اسبوع، يعني هفحص كام؟ والله المعيار ممكن يقول لك انت ممكن من 15 ل 25. طب 15 ولا 25؟ انت برضو حر، يعني في ظروف مختلفه. فحسب الكنترول فريكونسي. يبقى هات لي 25 عينه ولا هات لي عينتين ولا هات لي كام؟ بتعتمد على الفريكونسي بتاعت الكنترولز. الكنترولز بتتعمل كل قد ايه؟ ده اول سؤال الناس بتساله لي. تاني سؤال الناس بتساله لي، هو انا لو عندي الديزاين مضروب، هل هتعمل تيست اوف كنترولز؟ لا. اتفقنا على الموضوع ده. يعني هل يعني الراجل قال لك انا بعمل بنك ريكونسيليشن بس ما حدش بيمضيها، هي بس اكسلايه كده واي موجوده على الشير درايف، يعني الناس كلها بتاكسس عليها، واللي عايز يعدل يعدل، لو في واحد معدي في الشارع دخل الشركه هيغير في البنك ريكونسيليشن، مفيش بقى هارد كوبي وسايند ومش سايند وكل حاجه، مفيش، فما فيش اصلا ديزاين. هل انت هتعمل تيست كنترولز؟ قلنا لا. طب هل هتعمل ووك ثرو؟ والله المعيار هنا سابها لك برضو براحتك. ما هو لو هو ما بيعملش حاجه خالص، يعني ما فيش اصلا بنك كونسليشن، هتعمل ووك ثرو على ايه؟ ما هو اصلا ما فيش حاجه تعمل لها ووك ثرو. او لو انت عندك حاجه بس مش كامله، يعني هو بيعمل بنك كونسليشن بس الديزاين مضروب، البنك كونسليشن ما حدش بيمضي عليها، ما حدش بيراجعها مثلا، ده كنترول.
فالديزاين موجود بس مش كافي، او الديزاين مش كويس، فانت هتعمل ووكس، ممكن تعمل ووك ثرو على الحاجه اللي مش كامله دي. انت مش بتعمل تيست تاني، انا مش بعمل تيست، انا بعمل كونفيرميشن اندرستاندينج. يبقى انت ممكن تعمل ووك ثرو على ديزاين مضروب، هل ينفع؟ ينفع. هل فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. طب لو ما عملتش؟ ما فيش مشكله، طول ما انت عندك كومفورت ان الديزاين مضروب واثبتت ان الديزاين مضروب، خلاص مفيش مشكله. طيب يبقى انا كده خلصت الانترنال كنترول وعرفت امتى افحصه وامتى ما افحصوش، وعلى اساسه هروح على السبستنتيف تيست. ده كده ملخص سريع 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 للبيزكس اللي احنا هنتكلم عنها في اليونت ده ان شاء الله، سواء في المحاضره دي او المحاضره اللي جايه او المحاضره اللي بعديها. اول حته او اول جزء في الكتاب هنا بيتكلم جوست على الاوفر فيو على الشابتر ومش عارف ايه، جوست كلام اقراه. الدياجرام ده اللي انا شرحته من شويه، لو انت بتعمل اوديت، بتعمل بلان للاوديت، تعمل اوبتين اندرستاندينج للكلاينت او الانتيتي اند اتس انفايرمنت انكلودينج الانترنال كنترول، تعمل اسسمنت للريسك اوف ماتيريال ميستيتمنت اند ديزاين فيرذر اوديت تيست. سواء هتخش تعمل تيست اوف كنترولز وبعديها سبستنتيف، ده الكلام ده لو ايه، لو الديزاين كويس. بص، لو الكنترول ديزاين كويس هتروح تعمل تيست اوف كنترولز، لو مفيش ديزاين، لو الكنترول مضروب هتخش على السبستنتيف تيست على طول، ومن السبستنتيف تيست هتكمل الاوديت وتطلع اوديت ريبورت وكل ساوند تايب. ده ملخص الاوديت. هنا بيتكلم ان بيقول لك ان الموديول مهم وحلو وظريف، وخلي بالك الموديول ده مهم جدا، شويه كلام فاكس كده اقراه. نفس القصه هنا، هنا بيقول لك ان حته الانترنال كنترول تتغطى في المعايير دي برضو اقراها. نبتدي دلوقتي الكلام اللي كاتبه. اللي فات ده كله كان زي ما قلت بفرش لليونت، يعني بدي كده بيس كده ظريف عشان نفهم احنا وضعنا ايه في عمليه الاودت. تعال نتكلم دلوقتي بقى على الانترنال كنترول بالتفصيل الممل وناخدها واحده واحده. مبدئيا الانترنال كنترول يعني ايه؟ انترنال كنترول يعني رقابه داخليه، ماشي. ما انا فاهم يعني ايه، انا فاهم يعني ايه بالعربي، بس تعريفه الديفينيشن بتاعه. فالديفينيشن بتاع الانترنال كنترول مفيش حد بقى اوفيشيالي طلع ستيتمنت معينه او طلع ديفينيشن معين الناس كلها بتتفق عليه. يعني مثلا معايير المحاسبه عرفت يعني ايه الاسيتس، عرفت يعني ايه اللايبيلتيز، عرفت نقط الاعتراف بالايراد. معايير المحاسبه بتطلع ديفينيشن او بتطلع الديفينيشنز للحاجات اللي موجوده في المحاسبه. معايير المراجعه بتطلع ديفينيشنز للحاجات بتاعت المراجعه. طب الانترنال كنترول، ما الانترنال كنترول ده مش بتاعي كمراجع كأيتر. انا بفحصه، بعمل له تقييم، بعمل له اسسمنت، لكن هو مش بتاعي. فنتيجه ان مفيش ديفينيشن واضح للانترنال كنترول، هنا قامت الكوزو. خلي بالك بقى الكلام ده مهم جدا 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 جدا. الكوزو ده ايه؟ هو حوار الكوزو، الكوزو هي اختصار لكوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز. الكوزو اختصارها كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشن اوف ذا تريدواي كوميشن، ده اسمها بالكامل كمان. ليه اسمها؟ اسم الدلع بتاعها، اسمها على القهوه بتاعت المراجعين، اسمها الكوزو. ايه بقى الكوزو؟ الكوزو دي كان بورد قعدوا مع بعض وعملوا حاجه اسمها الكوزو. ايه هم البوردات؟ الاي اي سي بي اي بتاعت السي بي ايز اللي زينا، الاي ام اي بتاعت السي ام ايز اللي هم الشباب بتاع السي ام اي، الاي ام اي بتاعتهم، السي اي اي، الاي اي اي بتاعت السي اي اي، حاجه اسمها انستيتيوت اوف انترنال اوديت اللي هي بتطلع شهادات السي اي اي،
فالسي بي ايز مع السي اي ايز مع السي ام ايز كلهم كده قعدوا على بعض، قعدوا على القهوه وعملوا كده ميتنج ظريف. قال لك بص يا جماعه احنا عايزين نتفق كده على الانترنال كنترول، ان واضح كده ان العمليه بهوات. انا كسي بي اي بعمل اسسمنت للانترنال كنترول، انتوا كاكاونتنتس كمانجمنت اكاونتنتس بتوع سي ام اي انتوا اللي بتعملوا الانترنال كنترول، انا بقيمه. وبتاع السي اي اي اللي هو بتاع انترنال اوديت بيعمل حاجه شبه اللي انا بعملها. يعني خلي بالك انترنال اوديت شبه الاكسترنال اوديت حاجات كتيره، بس يعني بيعمل نفس حاجات شبه برضه، بيعمل تقييم للانترنال كنترول. فاحنا التلاته قعدنا مع بعض قلنا خلاص هنعمل حاجه اسمها الكوزو كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشن، تمام، منظمه كده ظريفه سنه 92 عملت حاجه اسمها انترنال كنترول انتجريتد فريم ورك. ايه بقى الحوار ده؟ الكوزو اللي هي انشئت دي على فكره هي انشئت سنه 85، باين ان هي انشئت سنه 85 وطلعت اول فريم ورك ليها، اول فريم ورك اطار عمل ليها سنه 92 حسب ما افتكر. هي انشئت 85 حسب ما فاكر، يعني ممكن تيجي في سكه او حتى لو ما جاتش مش مشكله، يعني انت مش هيقول لك الكوزو انشئت سنه كام يعني، تمام، مش قوي كده يعني. طيب الكوزو لما اجتمعوا مع بعض وعملوا حاجه اسمها الكوزو هي طلعت حاجه اسمها انترنال كنترول فريم ورك بتاعت سنه 92. ايه بقى الانترنال كنترول فريم ورك بتاعت سنه 92؟ الفريم ورك ده او اطار العمل ده عرف لك يعني ايه انترنال كنترول، يعني اعطاك ديفينيشن للانترنال كنترول، والتعريف ده لازم تبقى عارفه، وقال لك الانترنال كنترول ايه هي العناصر بتاعته، ايه هي العناصر بتاعته، ايه هي الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول. يبقى الانترنال كنترول فريم ورك بتاع الكوزو بتاع 92 بتاع سنه 92 ايه الاوتبوت بتاعه، ايه اللي طلعنا بيه من الاخر؟ طلعنا بالديفينيشن بتاع الانترنال كنترول كديفينيشن، وطلعنا بالكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول. اهي ادي كومبوننتس هناخدها بالتفصيل، ايه هي عناصر الانترنال كنترول. على فكره في ابديت حصل في 2013 للكوزو للانترنال كنترول فريم ورك، بس الابديت يعني ما اثرش على حاجه اهو. The revisions have at this point not resulted in changes to the IRCPA or the backup standards. يعني بمعنى صح التغيرات والتحديثات اللي حصلت في 2013 حاجات بسيطه جدا، يعني ما حصلش على اساسها اي تغيرات من الاي اي سي بي اي او الباكوب. انت ليك كمراجع ان انت المفروض تعمل حاجه، انت على وضعك زي ما انت كده، تمام. طيب الكوزو لما عرفت الانترنال كنترول عرفته بايه؟ الكوزو قالت لك ان الانترنال كنترول هي بروسيس، هي عمليات او عمليه affected by the entity's board of directors، فتأثر من مين؟ من الـ entity's board of directors، مجلس الإدارة، management، الإدارة، and other personnel، وأي حد موظف جوه الشركة له علاقة بالموضوع ده. designed to provide reasonable assurance، حط تحت كلمة reasonable assurance مليون خط، يبقى internal control system اللي الشركة بتحطه الديزاين بتاعه عشان يدي ايه؟ ريزنبل اشورنس. مفيش حاجه في الدنيا ابسوليوت اشورنس. الاوديت بتاعي بيدي ريزنبل اشورنس كمراجع، الانترنال كنترول سيستم اللي جوه الشركه بيدي ريزنبل اشورنس، كل حاجه ريزنبل. يبقى ديزايند تو بروفايد ريزنبل اشورنس ريجاردنج ذا اتشيفمنت اوف اوبجكتيفز ان ذا فولوينج كاتيجوريز، عشان يحقق اهداف معينه حسب طبعا البروسيس وحسب النشاط وحسب في اهداف معينه، بس الاهداف دي في انهي كاتيجوريز؟ ريبورتنج، اوبريشنز اند كومبلاينس. يبقى انت الانترنال كنترول سيستم هي بروسيس افكتد باي ذا انتيتيز بورد اوف دايركتورز مانجمنت اند اذر بيرسونيل، هي عمليه، هي بروسيس بتتاثر من البورد دايركتورز ومانجمنت وبيرسونيل. ديزايند تو بروفايد ريزونبل اشورنس لايه؟ عشان تاتشيف اوبجكتيفز في انهي كاتيجوريز؟ كريبورتنج، كفاينانشال ريبورتنج، كاوبريشنز، وكايه؟ ككومبلاينس. حلو. The controls generally most relevant to the audits are those that pertain to the entity's objectives of preparing financial statements
for external purposes. Thus typically controls over financial reporting are relevant to audits. يعني ايه كان ده؟ الـ internal control كسيستم هو كبير، هو متشعب، هو فيه categories كتيرة وفي levels معينة و extent معين و scope معين بيغطي جوه الشركة. انا كمراجع انا ايه الهدف في الاخر؟ ان انا ببص على الـ financial controls. ايه ده؟ هو انت عندك كذا control؟ يعني انت عندك financial reporting controls وعندك operations وعندك compliance. لو في كنترول مثلا في الاوبريشنز، لو في كنترول في الاوبريشنز ومش هيأثر على القوائم الماليه او على الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتي، هو يعتبر جوه الانترنال كنترول سيستم بس مش ريليفنت ليا. يعني ايه مش ريليفنت ليا؟ يعني انا كاكسترنال اوديتور جاي عشان اشوف الفاينانشال ستيتمنتس، مش الاوبريشنال كنترولز والكومبلاينس وجزء من الكومبلاينس ممكن ما اخدوش في اعتباري او ما ابصش عليه. ليه؟ عشان هو مش هيأثر على القوائم المالية. لكن الـ financial reporting controls هي اللي مهمة، هي اللي أنا ببص عليها. وده اختلاف ما بين الـ external auditor والـ internal auditor. أنا برضو اشتغلت الاثنين، تمام؟ أنا لما كنت بشتغل الـ external auditor كنت أنت ببص على الـ financial reporting controls فقط لا غير. operational controls حاجات شويه من compliance controls، حاجات تانية ولا تفرق معاك ولا بتبص لها اصلا. انت بتبص على financial controls عشان هدف ال financial statements audit، عشان تشوف هتعمل substantive test قد ايه، هتلبس في substantive test 600 عينه ولا الدنيا هتبقى ظريفه وتاخد لك 150-200 عينه. ده هدفك في الاكسترنال اوديت. يبقى الاكسترنال اوديت اللي هو النطاق بتاع السي بي اي، انت بتبص على كنترولز، بص بقى كنترولز اوفر فاينانشال ريبورتنج، هم دول ريليفنت للاوديت. يعني في كنترولز ثانيه مش 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 جوه نطاق الاكسترنال اوديت. بمعنى هقول لك مثلا اكزامبل الاتش ار بروسيس او الاتش ار بروسيس اللي هي الهيومن ريسورسز بروسيس، في جزء منها فاينانشال ريليتد. يعني مثلا مين اللي عنده الاكسس انه مثلا انه يزود المرتبات او يقلل المرتبات او يغير المرتبات جوه السيستم، ده ياثر عليك كفاينانشال. ليه؟ ان في الاخر الرقم اللي في السيستم هو ده اللي على اساسه البيرول اكسبنس بيتحسب، على اساسه الاون كوست بتتحسب اللي هي زي بقى البنشنز وزي الانوال ليف واللونج سيرفيس ليف وكل الحاجات الظريفه اللي ليها علاقه بالبيرول بنسميها اون كوست، بيرول وعليها اون كوست، الحاجات الثانيه والمخصصات بقى والبنشنز وكل الحاجات دي. فلو ما فيش كنترول على مين يقدر يغير، مين يغير الريت او المرتبات بتاعت الموظفين جوه السيستم، ده يعتبر فاينانشال كنترول وبيأثر عليا في الاكسترنال اوديت. جميل. في كنترول تاني جوه الاتش ار بروسيس اللي هو الاندكشن. يعني المفروض في البيست براكتس مفروض ان انت لما بتخش اي شركه الـ HR بيديك حاجة اسمها Induction Course. الـ Induction Course ده بيعرفك الشركة، بيقول لك الشركة عبارة عن إيه، الحاجات الأساسية اللي تعرفها في الشركة، الكوفي ماشين فين، الحمامات فين. طبعاً بعيد عن الهزار ده، لا، فالـ Induction Course مهم. إن الـ Induction Course بيبقى فيه حاجات مهمة زي السيفتي. يعني مثلاً لو حصل مثلاً أي مشكلة في المبنى، فين مثلاً Emergency Lanes، او فين نقطه الكونتاكت، او فين نقط الميتنج بوينتس بتاعت الامرجنسي. بيقول لك مثلا في الاندكشن كورس بيديك الكود اوف كونتاكت، يقول لك احنا مثلا الكود عندنا ايه، او مش عارف ال مثلا الكود اوف ايثكس، الكود اوف كونتاكت، حته الكونفليكت اوف انترست. الحاجات دي كلها ظريفه، بس هل الحاجات دي بتاثر عليا كفاينانشال ستيتمنتس؟ لا. يعني لو نيو هاير او نيو امبلوي خد الاندكشن كورس او ما خدش اندكشن كورس، ما تاثرش عليا كفاينانشال ستيتمنتس اوديت. هي مهمه، هي جزء من البيست براكتس بتاع الاتش ار بروسيس، هي كنترول الانترنال اوديتور بيراجعه،
بس الاكسترنال اوديتور ممكن ما يراجعوش. يبقى خدت بالك مش كل الكنترولز اللي موجوده في الشركه انا كاكسترنال اوديتور بروح اراجعها. ليه؟ انا براجع على الانترنال كنترولز اللي ليها علاقه بالفاينانشال ريبورتنج، اللي هتاثر لي على القوائم الماليه، اللي هتضرب لي القوائم الماليه. عشان كده وفي ناس كتير للاسف هتزعل من الكلام ده، انا عارف في جاب بتحصل ما بين الناس اللي بتبقى شغاله في الاكسترنال اوديت وتنقل فجاه على الانترنال اوديت وفاكره ان هم لمين الانترنال اوديت. لا، الانترنال اوديت بيعمل شغلك وزياده. يعني ايه؟ الانترنال اوديت بيراجع الفاينانشال كنترولز اللي انت بتراجع عليها كاكسترنال اوديت، بس هو برضو بيراجع الاوبريشنال وبيراجع الكومبلاينس وبيراجع الاستراتيجيك وبيراجع على مليون حاجه تانية انت ما بتراجعش عليها. فما تفتكرش ان انت عشان اكسترنال اوديتور اول ما هتروح على الانترنال اوديت هتلاقي ان هو لا، الاكسترنال اوديت حاجه والانترنال اوديت حاجه، ليهم نفس البيز، ليهم نفس الكونسبتس، بس السكوب، نطاق العمل الانترنال، انا بتكلم عن الانترنال كنترولز، نطاق عمل الانترنال اوديت في الانترنال كنترولز كبير. الانترنال اوديتور بيعمل تيست على كميه كنترولز رهيبه. انت كاكسترنال اوديتور ما بتعملش كل ده، انت كاكسترنال اوديتور انت بتراجع على الفاينانشال كنترولز بس، وده فرق شاسع بين الانترنال اوديتور والاكسترنال اوديتور. دي اول نقطه. تاني نقطه، مش معناها ان الاكسترنال اوديتور ما ينفعش الانترنال اوديتور. انا رايي الشخصي المتواضع، ان الانترنال اوديتورز اللي جايين من اكسترنال باك جراوند، الاكسترنال اوديت باك جراوند، بيبقوا قوي جدا. يعني انت لو اكسترنال اوديتور ورحت انترنال اوديتور وتعلمت الانترنال اوديت، بتبقى اقوى من واحد دخل في انترنال اوديت من اول وما عداش على الاكسترنال اوديت. ده رايي الشخصي، ممكن ناس تختلف معايا، ممكن ناس تقول ان الراجل ده ما بيفهمش حاجه، ده رايي الشخصي. بس الكلام ده سبجكت لحاجه، ان الاكسترنال اوديتور اللي بيروح الانترنال اوديت يغطي الجزء اللي هو ما عملهوش في الانترنال اوديت، اللي هو ما عملهوش وهو في الاكسترنال اوديتور، ويتعلمه. ساعتها هيبقى عنده نفس البيز وهيعرف يلم الحاجات الزياده الانترنال اوديتور بيعملها. بس الاكسترنال اوديتور اللي بيروح انترنال اوديت لازم يتوقع ان في حاجات الانترنال اوديت بيعملها الاكسترنال اوديت ما بيعملهاش. طيب رغينا كتير في الموضوع ده، مش موضوعنا، نرجع تاني لموضوعنا. يبقى انا كاكسترنال اوديتور ببص على انهي كنترولز؟ على الكنترولز اللي ليها علاقه بالفاينانشال ريبورتنج فقط. كنترولز اوفر اوبريشنز اند كومبلاينس اوبجكتيفز may be relevant if they pertain to data the auditor evaluates or uses in applying audited procedures. يعني الكنترولز اللي operational او compliance ممكن تخش معايا في الاسسمنت بتاعي لو هتاثر لي في الاخر على financial statements، وممكن ما تخشش معايا لو هي مالهاش دعوه، زي مثلا induction او مثلا هقول لك على حاجه ثانيه، probation period برضو هقول لك مثلا دي اللي جايه في دماغي دلوقتي كبرضه ك ك ك ك best practice لل HR process، ان المفروض ال probation period اللي هي فتره التجربه اللي هي تبقى 3 شهور او 6 شهور حسب البلد اللي انت فيها، مفروض في نهايه الثلاث شهور اللي هي فتره الاختبار المفروض ال HR بيبعت للدايركت مانجر يقول له الراجل اللي انت تعين معاك ده بقاله 3 شهور وخلص فتره ال probation period، اديني assessment عنه، هل هو كويس ولا مش كويس، هل ينفع يكمل معانا ولا نمشيه. ان فتره الاختبار دي بتبقى فترة، بعديها ممكن لو الراجل اللي احنا عيناه جديد طلع بطيخة ممكن نمشيه. طب لو ده كنترول، على فكرة يعني ده يعتبر من ضمن الانترنال كنترول، هل لو المانجر ما بعتش للاتش ار قال له ان الراجل اللي قال له الناس اتعينت معاه جداد دول عدوا البروبيشن بيريود او ما عدوهاش اللي هي فترة الاختبار، هل هتأثر معايا حاجة على القوائم المالية؟ مش هتأثر. هو كنترول، وكنترول مهم، وكنترول مهم للاتش ار بروسيس، بس مش هيأثر معايا في الفاينانشال ريبورتنج. فانا كاكسترنال اوديتور مش هتستو، في الاغلب مش هتستو، مش هاخده معايا في الاعتبار. ليه؟ مش هيأثر معايا في الفاينانشال ستيتمنتس. الانترنال اوديتور يتست بقى براحته ويشوف ويتاكد ويعمل ويضرب في الاتش ار ويشتم في المانجر. بص الانترنال اوديتور هيتشقلب في الحته دي، لكن انا كاكسترنال اوديتور بدل هي مالهاش علاقه بالفاينانشال ستيتمنتس، هم بقى مع بعضيهم بقى الانترنال اوديت في الشركه يولعوا في بعض، دي مشكلته.
نفس اللي اعطاك اكزامبل كده ظريف، نفس الفكره اللي انا قلتها. نفس الفكره برضه. يبقى ده الديفينيشن بتاع الانترنال كنترول، اللي هو ده اللي مين طلعه؟ الكوزو. اللي مين طلعه؟ الكوزو. الكوزو قالت لك والله يا باشمهندس، انت اي انترنال كنترول سيستم في الدنيا بيتكون من خمسه كومبوننتس، الخمسه كومبوننتس دول يكونوا في دماغك على طول، الخمسه كومبوننتس دول انت بتشتغل بيهم في اي اسسمنت للانترنال كنترول. يبقى انت الانترنال كنترول كومبوننت حسب الكوزو فريم ورك كام؟ خمسه. خمسه دول يبقوا في دماغك على طول، لازم تعرفهم. اول واحد اسمه كنترول انفايرمنت او كنترول انفايرمنت. تاني واحد اسمه الريسك اسسمنت. تالت حاجه كنترول اكتيفيتيز. رابع حاجه انفورميشن كوميونيكيشن. خامس حاجه المونيتورنج. يبقى الكوزو قالت لك ان اي انترنال كنترول سيستم بيبقى فيه خمس عناصر. في كم عنصر؟ خمس عناصر بالترتيب ده، وخلي بالك الترتيب ده مهم. اول عنصر واهم عنصر، خلي بالك انا بقول لك ايه، اول عنصر واهم عنصر هو ايه؟ هو كنترول انفايرمنت. اهم عنصر هو كنترول، اول عنصر اهم عنصر كنترول انفايرمنت، وهقول ليه كمان شويه. تاني حاجه الريسك اسسمنت، تالت حاجه الكنترول اكتيفيتيز، رابع حاجه انفورميشن كوميونيكيشن، خامس حاجه المونيتورنج. يبقى دول خمس عناصر بتوع الانترنال كنترول سيستم، ناخدهم بالتفصيل. اول حاجه الكنترول انفايرمنت. الكنترول انفايرمنت هو اول عنصر من عناصر الكنترول، انترنال كنترول سيستم، نظام الرقابه الداخليه. كنترول انفايرمنت اللي احنا بنسميها بيئه الرقابه. يعني ايه كنترول انفايرمنت؟ الكنترول انفايرمنت هي اول عنصر في الانترنال كنترول سيستم، ان هي بتحدد البيئه اللي موجوده فيها الانتيتي. بمعنى لو انا قلت لك ان في انترنال كنترول سيستم بس ما عندهمش بروسيس وبروسيديرز، ما عندهمش سياسات واجراءات، ما عندهمش بورد اوف دايركتورز بيراقب، ما عندهمش اورجانيزيشن ستراكشر معروف، يعني ما حدش عارف هو بيريبورت لمين. تلاقي مثلا تسال واحد انت بتريبورت لمين، يقول لك انا ساعات بريبورت لده وساعات بريبورت. فانت طب انت مين مسؤول عنك؟ ما اعرفش. طب انت مسؤول عن مين؟ ما اعرفش. تمام. فتلاقي ان البيئه اللي الشركه بتوبريت فيها مشاكل. يبقى اول عنصر في عناصر الرقابه الداخليه ان انت يبقى عندك كنترول انفايرمنت. يعني ايه بقى كنترول انفايرمنت، او ايه الحاجات اللي جوه الكنترول انفايرمنت؟ الكنترول انفايرمنت فاكتورز سيت ذا تون اوف ذا اورجانيزيشن. مهمه جدا جدا جدا. الكنترول انفايرمنت هي اللي بتحط التون اوف ذا اورجانيزيشن. يعني بمعنى صح، في الاغلب لو الكنترول انفايرمنت اول عنصر ده كويس، في الاغلب الانترنال كنترول سيستم بيبقى كويس. لو الكنترول انفايرمنت اللي هو اول عنصر ده مضروب بالنار، في الاغلب الانترنال كنترول سيستم اللي في الشركه غالبا رايح في 60 داهيه. يبقى الكنترول انفايرمنت هو اهم عنصر، وهو اللي بيحط التون للاورجانيزيشن، influencing the control consciousness of its people. هو ده اللي بيأثر على الوعي بتاع، يعني ايه كنترول عند الناس؟ هل الناس عارفه ان في حاجه اسمها internal control ولا لا؟ الكنترول انفايرمنت فيه سبعه سب كومبوننتس، السبعه دول مهمين جدا 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 جدا، لازم تعرفهم. السبعه دول اسمهم اي سي هامبو. افتكر الكلمه دي عشان تفتكر السبعه ويبقى عطوه في دماغك. افتكر الابريفيشن ده الاي سي هامبو. ايه هم الاي سي هامبو؟ اي سي هامبو هي اختصار اول حاجه من السبع حاجات. يعني بيقول لك ان الكنترول انفايرمنت اللي هو اول كومبوننت، الكنترول انفايرمنت اللي هو اول كومبوننت من الخمسه كومبوننتس بتوع انترنال كنترول، اول كومبوننت ده فيه سبعه سب كومبوننتس. اي سي هامبو، اي انتجريتي and ethical value، C
commitment to competence. H, human resources policies and practices. A, assignment of authority and responsibility. M, management philosophy and operating style. B, board of directors and or audit committee participation. O, organizational structure. يبقى السبع سب كومبوننتس اللي موجودين في الكنترول انفايرمنت اللي هم الاي سي هامبو زي ما قلتهم نشرحهم بالتفصيل. انتجريتي ايثيكال فاليوز يعني ايه؟ يعني هل الشركه فيها انتجريتي وايثيكال فاليو؟ هل الشركه عارفه يعني ايه ايثكس؟ ودي تراجعها ازاي؟ على فكره هنتكلم عنها قدام شويه مش بالتفصيل قوي بس هنتكلم عنها. بس انا هقول لك بسرعه. انتجريتي ايثيكال فاليو يعني ايه؟ يعني هل الشركه عندها انتجريتي وايثيكال فاليو؟ تعرفها ازاي؟ هل الشركه عندها كود اوف ايثكس اللي هو ميثاق الشرف واخلاق المهنه بتاع الشركه اللي هو كود اوف كوندكت ميثاق العمل اللي بيقول لك والله يا جماعه احنا الشركه دي مثلا ممنوع فيها الرشوه، ممنوع فيها الديسكريميشن، ممنوع فيها التفرقه، مثلا اي حاجات غير اخلاقيه ما زيرو توليرنس. يعني ايه زيرو توليرنس؟ يعني احنا مش هنسمح باي حاجه غير اخلاقيه تحصل في الشركه، سواء بقى حاجات في البيزنس، سواء حاجات ما بين العلاقات بين الموظفين، ما بين اي حاجه. كل ده ياكد لك او كل ده يقول لك ان الشركه فيها انتجريتي وايثيكال فاليو. طيب تاني حاجه كوميتمنت تو كومبيتنس. يعني ايه كوميتمنت تو كومبيتنس؟ معناها هل الشركه فيها كومبيتنس؟ معناها الناس عندها الكفاءه المهنيه. يعني مثلا هل الفاينانشال كنترولر، هل مثلا الفاينانشال كنترولر كواليفايد وعنده الاكسبيرينس وعنده كواليفيكيشن ان هو يبقى شغال فاينانشال كنترولر، ولا هو مثلا دكتور اسنان جوز خالته يبقى سي او راح جابه فاينانشال كنترولر؟ ممكن. يبقى كوميتمنت كومبيتنس معناها ان الناس اللي بتشتغل في الشركه عندهم الكواليفيكيشن وعندهم الاكسبيرينس الكافيه ان هم كل واحد فيهم يشتغل في التايتل اللي هو شغال فيه. Human resources policies and practices او human resources policies and procedures او practices سميها زي ما تسميها. معناها هل في policies و procedures او practices ل HR؟ اشمعنى ال HR ركز عليها؟ ان ال HR هي اللي على اساسها الناس تتعامل جوه بعض، وعلى اساسها بيئه الرقابه بتتحدد. بمعنى طب يعني ايه؟ يعني من human resources دي بتغطي حاجات كتيره بنتكلم عنها overall. من اول الريكروتمنت، من اول التعيينات، اي من اول الريكروتمنت بوليسي، احنا بنعين ازاي، لحته الكومبنسيشن لما بنعين بندي الناس مرتباتها او بنحدد مرتبات الناس على انهي اساس، مثلا وجود سالري براكتس، وجود مثلا كرايتيريا معينه بيزد على الجوب ديسكريبشن. انت كاكسترنال اوديتور ممكن ما تخش في التفاصيل دي، انا يعني بتكلم الحاجات دي ممكن انترنال اوديتور هو اللي بيخش في التفاصيل دي شويه، لكن انت بتشوف هل هي موجوده مش موجوده، مش هتخش في التفاصيل. انا بقول لك من دلوقتي انت كاكسترنال اوديتور مش هتخش بقى تشوف هل الموظف ده لما اتعين في السالري براكت اللي موجود في الشركه على اساس الجوب ديسكريبشن ولا لا، ده شغله الانترنال اوديتور. لكن انت كاكسترنال اوديتور انت هتشوف في هاي ليفل كده هل في سياسات بتغطي الحاجات دي ولا لا. يبقى كريكروتمنت، كومبنسيشن، كتريننج، الناس لما بتخش بيديهم تريننج ولا مش تريننج. بالنسبه للبرفورمانس ايفالويشن، تقييم الاداء بتاع الموظفين، هل هو بيتم بطريقه مناسبه ولا لا. البروموشنز، مشكله كل شركه البروموشنز اللي بتحصل في الشركه بيزد على ايه؟ بيزد على انا يعني من الاخر ظبطت مع مديري وهو بيحبني، ولا بيزد على البرفورمانس؟ بعد البروموشنز حتى التيرمينيشن، يعني انت لما الناس بتمشي هل اي حد ممكن يمشي اي حد يعجبه، ولا في بروسيس للترمينيشن؟ في فيرست فيربال وورنينج، سكند فيربال وورنينج، فيرست وورنينج ليتر، سكند وورنينج ليتر، بعد كده فاينل ترمينيشن مثلا. يبقى في بروسيس معينه. كل ده يتغطى فين؟ في هيومن بروسيس بروسيجرز. كل ده موجود فين؟ كل ده موجود في الكنترول انفايرمنت. مين اللي بيحط الكنترول انفايرمنت؟ انا كاكسترنال اويتر؟ لا، الكنترول انفايرمنت ده جزء من الانترنال كنترول سيستم اللي مين بيحطه؟ الشركه. اوعى تتلخبط انت بتعمل ايه، انت بتنزل تشوف الحاجات دي موجوده في الشركه ولا مش موجوده. موجوده خير وبركه، مش موجوده في 60 داهيه، انت مش هتعملها، الشركه هي اللي بتعملها.
طيب يبقى ده human process, human responsibilities and procedures. A assignment of authority and responsibility مهمة جدا, اللي احنا ازاي الدنيا بتمشي جوه الشركة, اللي احنا بنشوفها في حاجة اسمها authority matrix. الشركات الناس اللي شغالة في شركات كتيرة, شركات كبيرة, بتشوف الموضوع ده authority matrix. يعني مثلا مين عنده authority انه مثلا يغير في 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 البرايس بتاع البرودكت اللي احنا بنبيعه. يعني مثلا يعني انا شغال في المراعي, علبة اللبن اللي هي مثلا اللي بريال, تمام, اللي هي الصغيرة اللي هي بريال, تمام, مين حدد ان هي بريال او او بجنيه؟ ليفل معين. هل اي حد شغال في المراعي طلبته بكرة يغير علبة سعر علبة اللبن اللي هي بريال يخليها مثلا بنص ريال او بخمسين هللة او بخمسة ريال؟ مين في ايديه القدرة؟ مين اللي في ايديه الاثوريتي؟ مين اللي في ايديه الاثوريتي انه مثلا يعين حد ما يعينش حد؟ مين اللي في ايديه الاثوريتي انه يشتري مكان؟ يعني مثلا هل مثلا الفاينانشال كنترولر طلبته يجيب مكنه للعصير, هل الفاينانشال كنترولر له اثوريتي حاجه زي كده ولا لا؟ يبقى الاساينمنت اوف اثوريتي اند ريسبونسبيلتي هي بتحدد مين اللي عنده الاثوريتي, مين اللي عنده الصلاحيات, ومين اللي عنده المسؤوليات جوه الشركه. وبنشوفها في حاجه اسمها اثوريتي ماتريكس بتبقى موجوده في اغلب الشركات الكبيره. النقطة اللي بعديها management philosophy and operating style مهمة جدا. المانجمنت هل هي كلمة management philosophy and operating style يعني فلسفة الإدارة وطريقة تشغيلها. إن المانجمنت تختلف, في management aggressive, في management conservative, في management risk taker, في management risk averse, في management مش عارف إيه, في management وهكذا. لازم المانجمنت يكون عندها strategy, عندها philosophy, عندها operating style بتستخدمه. في مانجمنت بتركز على السيلز على السيلز على السيلز, في مانجمنت لا كومبلاينس اورينتد, تاخد بالها من الكومبلاينس. انت بتاخد بالك من الحاجات دي لما بتخش الشركه. يعني في تقعد مع واحد يقول لك يا باشا الحبشتكنات بتاعتكم بقى والكومبلاينس والهرتله دي انا ماليش فيها, انا عايز ابيع عشان عايز اجيب فلوس للشركه. في مانجمنت كده, خلي بالك. انا بشوفها كتير, وكان ده مش في مصر بس, مش في السعوديه بس, حتى بره, حتى في امريكا وفي استراليا. تروح مثلا لهيد اوف ديبارتمنت معينه يقول لك اي دونت بليف ان ذس شيت, يعني انا من الاخر كل الهرتله دي انا ماليش دعوه بيها, تمام, يعني كومبلاينس مش كومبلاينس انا بتاع سيلز. ده على فكره ده وفي واحد تاني يقول لك لا انا بتاع سيلز بس انا هاخد لازم انا برضو كومبلاينس اورينتد, يعني انا لازم ابص برضو عشان على الكومبلاينس عشان الديبارتمنت بتاعتي ما تخبطش في حيطه. انت على اساسها بتشوف المانجمنت فلسفي والاوبريتنج ستايل. Board of Directors and or Audit Committee Participation, يعني هل Board of Directors مجلس إدارة أو Audit Committee and or ممكن يكون فيه الاثنين وممكن يكون فيه واحدة بس حسب 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 تكوينة الشركة, هل بيديه في البيزنس وبيراقب وبيشوف, ولا قاعدين بطيخة كده بيجوا كل ربع سنة بيجتمعوا في الميتينج روم اللي هي فيها البورد روم أو الميتينج روم ومحدش بيعمل أي حاجة وبيروحوا خلاص؟ لا, لو البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي او الاثنين ايديهم في الشغل, بيعملوا ريجولر ميتينجز, بيشوفوا البرفورمانس, عندهم اكشن ايتمز بيخلوها للمانجمنت, بيعملوا تراكينج ومونيتورنج للاكشن ايتمز اللي بيطلبوها للمانجمنت, عارفين الدنيا ماشيه ازاي جوه الشركه, ساعتها هيبقى عندك كومفورت ان في بارتيسيبيشن او في انفولفمنت للبورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي. لكن لو هم قاعدين بلاليس ما لهمش في البتنجان ومش عارفين ايه اللي بيحصل, ساعتها انت هيبقى عندك كونسيرن. انت كاويتر بقى ده البورد اوف دايركتورز في البلاله والاكزيكتيفز ممكن يعملوا هم عايزين, فيبقى عندك كونسيرن. او اورجانيزيشن ستراكشر, يعني ايه اورجانيزيشن ستراكشر؟ الهيكل التنظيمي بتاع الشركه بتفرق. في شركات طول اللي هو زي الشركات البيروقراطيه اللي هو مدير تحتيه مدير, المدير تحتيه اثنين مديرين, كل مدير تحتيه ثلاث مديرين, كل مدير تحتيهم رؤساء مجلس مش عارف ايه او ديبارتمنت هيد, الديبارتمنت هيد تحتيه سينيور, السينيور تحتيه اسيستنت مش عارف ايه, ده اسمها طول. وفي حاجات فلات, يعني فلات تلاقي مثلا ديبارتمنت هيد تحتيه شويه ستاف وكل سنه طيب وده بيريبورت للسي او على طول, فلات. تفرق معاك؟ اه طبعا تفرق معاك. مفيش حتى كمانجيريال وايز مفيش حاجه بيورلي طول ومفيش حاجه بيورلي فلات, ان الطول ليها مميزات وعيوب والفلات ليها مميزات وعيوب. فانت بقى انا شغال, انا اقول دلوقتي انا مش هتكلم بقى على المانجيريال سكيلز, انسى دلوقتي المانجيريال والحاجات الفاكسينه دي. انت طب انت ايه اللي يفرق معاك كاوديت؟ انت لازم تعرف
الاورجنايزيشن ستراكشر، هل اصلا في اورجنايزيشن ستراكشر ولا لا؟ يعني هل في هيكل تنظيم للشركه ولا لا؟ يعني هل الناس عارفه هي بتريبورت لمين ومين بيريبورت ليها ولا لا؟ ده مبدئيا. ولو في اورجنايزيشن ستراكشر، لو هو طول هيفرق معاك، لو هو فلات ان هيفرق في نمبر اوف كنترولز، هيفرق في الانفولفمنت. ما لو هو طول هتلاقي ان في ناس كتيره في ايديها قرار، او لازم القرار يعدي على مليون واحد. لكن لو هي فلات لا، غالبا هو واحد بس او اتنين اللي في ايديهم قرار. لكن لو طول ده هيقول ده، وده ياخد ابروفال ده، وده ياخد ده ياخد راي ده، وده يعمل مش عارف ده، وهكذا. يبقى الكنترول انفايرمنت هي الاساس بتاع الانترنال كنترول سيستم، هي سيتس the tone of the organization، هي من اهم الفاكتورز او من اهم الكومبوننتس. عشان كده هو حاططها اول واحده في الانترنال كنترول كومبوننتس، اسمها كنترول انفايرمنت. الكنترول انفايرمنت فيها 7 سب كومبوننتس. اي سي هامبل، الاي سي هامبل لازم تعرفهم ولازم يبقوا في دماغك وعارفهم. دي اول واحده اللي هي كنترول انفايرمنت. ثاني واحده في الانترنال كنترول كومبوننت الريسك اسسمنت. ايه ده الريسك اسسمنت اللي انا بعمله كاويتر؟ لا انا هنا بتكلم على ايه، ريسك اسسمنت كجزء منين، كجزء من الانترنال كنترول سيستم. هو مين اللي بيعمل؟ ارجع تاني وافتكر الموضوع، هو مين اللي بيعمل الانترنال كنترول سيستم؟ المانجمنت. ان انا بعمل ريسك اسسمنت ليا كشغلي في الاوديت، صح، انا بعمله لنفسي. بس ريسك اسسمنت اللي انا بعمله ده انا بعمله لهدف المراجعه. المانجمنت بتعمل ريسك اسسمنت لشغلها هي كمان. يبقى هنا الريسك اسسمنت اللي انا بتكلم عنه، الريسك اسسمنت اللي هنا مين اللي بيعمله؟ المانجمنت بتعمله كجزء من الانترنال كنترول سيستم بتاعها. انا مش بتكلم على ريسك اسسمنت بتاعي انا، بتكلم على ريسك اسسمنت اللي المانجمنت بتعمله لنفسها. يعني انت حتى ساعات بتلاقي في الشركات الكبيره في حاجه اسمها ريسك ديبارتمنت. الريسك ديبارتمنت اللي هي قسم المخاطر، اللي هو بيقيم المخاطر وبيشوف وبيعمل ريسك، وحتى مش بيقيم، اسمه ريسك مانجمنت. يعني انت بتخش من فكره الريسك اسسمنت لفكره الريسك مانجمنت اللي هو اداره المخاطر، اللي هو جواها الريسك ايدنتيفيكيشن والريسك مانجمنت والريسك ميديجيشن وكل الحاجات الظريفه دي. جميل. يبقى الريسك اسسمنت هو تقييم المخاطر اللي مين بيعمله؟ المانجمنت بتعمله لنفسها. انا مش بتكلم عليا انا كاوديتور. يبقى for financial reporting purposes an entity's risk assessment اللي هو بص entity's risk اللي هي تعمل نفسها is its identification. يعني ايه بقى risk assessment؟ تقييم المخاطر. هو انت هتقيم المخاطر ازاي؟ يعني دلوقتي مثلا تاني المرايح هتقيم مخاطر وفودافون هتقيم مخاطر، صح؟ تقييم المخاطر بتاع المراعي مختلف عن فودافون. يعني المراعي مثلا ممكن يبقى عندها concern من التلوث بتاع اللبن، يعني اللبن اللي بيجي من المزارع ممكن اللبن يحصل له تلوث، ممكن تبقى مصيبه، ممكن الناس تموت فيها، فده دي مخاطر. فبتعمل تقييم للمخاطر بيز على الموضوع ده، على ايه؟ على السيفتي، على الانفايرمنتال، على الهيلث بتاع اللبن. هل الكلام ده فودافون بتعمله؟ لا، فودافون بتعمل ايه؟ فودافون بتعمل السكيورتي، ان مفيش هاكر مثلا، مفيش هاكر يخش على السيستم. يعني انا مثلا ممكن لو انا عندي، لو انا هاكر جامد شويه ممكن اخش على السيستم او على البورتال بتاع فودافون واوقع الشبكه، او اخش اكسس على المسجات والمكالمات بتاعه ناس معينه. فودافون ممكن يبقى عندها الكونسيرن ده، هتعمل ريسك اسسمنت للحته دي. هل المراعي هيبقى عندها المشكله دي؟ ممكن ان المراعي عندها سيستم في الاخر، المراعي برضو خايفه ان حد يخش على السيستم بتاعها. بس اللي هيخش على السيستم بتاع المراعي اخره هيعمل ايه؟ يعني هيشوف مثلا اللبن بيتعمل ازاي؟ طب ما هو عم صالح بيعمل لبن، ما عم صالح اللي يخش البيت عنده لبن هو كمان، زي المراعي ما عندها لبن. السنسيتيفيتي بتاعت المعلومات اللي جوه السيستم بتاعت المراعي غير المعلومات بتاعت فودافون. وفي نفس الوقت السيفتي والهيلث كونسيرنز بتاعت المراعي لا طبعا عاليه جدا. فودافون هتخاف من ايه يعني؟ يعني هتخاف مثلا واحد يتكعب مثلا في الشركه، دي اقصى امالها يعني في السيفتي. لكن المراعي عندها مشاكل. يبقى الريسك اسسمنت بيختلف حسب اختلاف الشركه، حسب حجمها، حسب الانفايرمنت، حسب البلد. يعني مثلا
شركة أغذية في أستراليا أكيد مختلفة عن شركة أغذية في مصر. يعني أستراليا مثلا عندهم ستاندردز غبية في السيفتي والهيلث والحاجات دي كلها، مش عارف لازم، مش عارف الأكل يبقى عامل إزاي والحنتفة كده معينة. في مصر قشطة يا عم، يعني قشطة، إحنا بناكل كلنا في بناكل عن سيد صواريخ يعني. يعني اللي بياكل في سيد صواريخ أكيد مش هتفرق معاه السيفتي ريكوايرمنت يعني أو الهيلث ريكوايرمنت. فبرضه بتختلف. يبقى الريسك أسسمنت بيتعمل كل مانج، كل شركه بتعمله لنفسها حسب طبيعه الشركه بالانفايرمنت بالبلد بالحجم بكل حاجه. طيب انا بقى عشان اعرف اعمل ريسك اسسمنت ايه الخطوات، اول حاجه لازم تعمل ايدنتيفيكيشن للريسك. يعني لازم تعرف ايه هو الريسك. يعني زي ما قلت لك فودافون هيبقى عندها البرايفسي بتاعت الانفورميشن، المرايا عندها الهيلث كونسيرنز بتاعت اللبن اللي جاي او السيفتي او الانفايرمنتال امباكت وات ايفر بقى سميها زي ما تسميها. يبقى كل واحد بيعمل ايدنتيفيكيشن. يبقى دي اول حاجه انك تعمل ريسك ايدنتيفيكيشن، تعرف ايه هو الريسك اللي عندك، ان كل واحد مختلف. تاني حاجه تعمل اناليسيس تحليل. ما انت ممكن يبقى عندك ممكن يبقى عندك ريسك معين وهتحلله، هتشوف ما هو اللبن بتاع المراعي، المراعي عندها مزارع مثلا زي مثلا في القصيم، فمزارع القصيم جنب المصنع، فممكن يبقاش فيه ريسك ان الفترة اللي بتنقل فيها اللبن من القصيم للرياض مسافة مش بعيدة، غير مثلا مصنع جدة. مصنع جدة من القصيم ده اللبن بيقعد له 1000 كيلو او 1200 كيلو عشان يروح. فهيعمل تبتدي تعمل اناليسيس بقى، يعني هل الريسك عندي المشكلة هنا في مصنع الرياض ولا مصنع جدة؟ هل المشكلة في اللبن بس ولا اللبن والعصير؟ هل المشكلة في اللبن والزبادي ولا مش عارف ايه؟ تقعد تعمل اناليسيس. جميل، يبقى انت عملت ايدنتيفيكيشن، تعمل اناليسيس. انت مين؟ مش الاوديتور، المانجمنت. تالت حاجة المانجمنت اوف ريسك، يعني بمعنى اصح خلاص انا عرفت ان انا عندي مشكلة في الايه؟ في اللبن او في الحليب، عشان الناس في الخليج اللبن ده بالنسبة لهم حاجة تانية خالص. سميها حليب، تمام؟ يبقى انت عندك مشكله في الحليب، ده الايدنتيفيكيشن. عملت اناليسيس عرفت ان المشكله هو في الحليب اللي بيروح من القصيم لجده. حلو كده، عرفت ايدنتيفيكيشن، عملت اناليسيس. طب نعمل ايه بقى؟ عندك حاجه اسمها مانجمنت اوف ريسك. يعني ايه مانجمنت اوف ريسك؟ اداره المخاطر. ودي ليها كذا ابروتش، يعني برضه انا مش هخش معاك في التفاصيل هنا ان هي مش مجال، مش مكانها هنا، بس المانجمنت اوف ريسك ان انت ازاي تريسبوند للريسك. يعني مثلا انت ممكن تقول انا العربيات هتبقى مكيفه، يعني فيها مثلا ثلاجات. ممكن تقول العربيات هتبقى فيها ثلاجات وفيها ثلاجه احتياطي عشان لو الثلاجه الاولانيه باظت الثلاجه الثانيه تشتغل واللبن ما يبوظش. ممكن تقول انا هنقل اللبن او هنقل الحليب بطياره. انت حر، يعني ده الطريقه، انت ممكن تشحن اللبن بالطياره، ممكن ما تشحنهوش بري، ممكن. يبقى ان انت تعمل مانجمنت الريسك، ممكن تقول هقفل اللبن خالص، بلاها لبن يا سيدي، مش هبيع حليب، انا هتخصص في العصير والمخبوزات، مش هبيع لبن تاني. دي طريقه على فكره، دي اسمها ريسك افويدنس. يعني دي حتى في علم اداره المخاطر بيسموها ريسك افويدنس. يعني ايه ريسك افويدنس؟ يعني انا عندي مشاكل وعندي ريسك من الحليب، ان شاء الله عني ما عملت حليب، هقفل مصنع الحليب، هشتغل في العصير بس. دي اسمها ريسك افويدنس، تمام؟ فانت عندك استراتيجي لكل ريسك. تاني مين بيعمل الكلام ده؟ المانجر، مش انت. انا دوري كمراجع كاكسترنال اوديتور، انا بنزل اشوف هل الشركه عندها ريسك اسسمنت براكتس ولا لا؟ هل الشركه بتعمل ايدنتيفيكيشن للريسك، اناليسيس للريسك، والمانجمنت للريسك ولا لا؟ تاني انت بتشوف انهي ريسكات؟ انت بتشوف برضه الحاجات اللي ليها علاقه بالفاينانشال ستيتمنتس، الحاجات اللي ليها علاقه بالفاينانشال ستيتمنتس. يعني مثلا السكيورتي بتاعت الداتا. السكيورتي بتاعت الداتا حاجه مهمه، يعني هي ممكن تاثر على الداتا اللي موجوده، الفاينانشال داتا اللي موجوده. ممكن هاكر يخش يبوظ لك كل الستيتمنتس اللي عندك، يوقع السيستم، يوقع الفاينانشال سيستم، وهكذا. The following are considered risks that may affect an entity's ability to properly record, process, summarize, and report financial data. في بقى حاجات ريسكات معينة ممكن أو فاكتورز معينة
بتاخدها في اعتبارك او ممكن تاثر على الفاينانشال ريسكس اللي عندك. تاني الحاجات دي انا مش عايزك تحفظها، انا عايزك تفهمها، وتاني تعرف ان الحاجات دي ممكن تبقى في الواقع العملي في حاجات اكتر او حاجات اقل، بس دي فاكتورز انت ممكن تاخد بالك تاخدها في اعتبارك وانت بتعمل ريسك اسسمنت كمانجمنت مش كاوديتور. زي مثلا changes in the operating environment، كنا الاول كان في مثلا الاول المراعي بس، وبعد كده بقى في مراعي ونادك، وبعد كده بقى في مراعي ونادك وجهينة، وبعد كده بقى في مراعي ونادك وجهينة وعم صالح، تمام؟ فانت بقى ممكن يبقى الانفايرمنت مختلفه، انت كنت الاول في ماركت بقى معاك واحد، بقى معاك ثلاثه، بقى معاك اربعه، يبقى مثلا زي الانكريس كومبيتيشن. كنت بتوبريت في بلد ما فيهاش ثوره، بقى عندك ثوره مثلا، تمام؟ ده تشينج في الانفايرمنت. نيو بيرسونال، يعني ايه نيو بيرسونال؟ السي اف او جديد. ما خلي بالك السي اف او جديد دي حاجه مش سهله، يعني ان ممكن الاوبريتنج ستايل او حتى الفاينانشال ستراكشر كله حتى يختلف. الشيف اوبريتنج اوفيسر اللي هو مسؤول عن الاوبريشنز جديد، الراجل اللي مسؤول عن حاجه معينه جديد، يبقى في نيو بيرسونال، بيرسونال اللي هم الموظفين الجداد. نيو انفورميشن سيستم، وبنشوفها كتيره جدا، بتلاقي حتى يقول لك احنا السنه دي مثلا سي مثلا السنه دي هنطبق الساب اللي هو الساب امبلمنتيشن يير. الساب امبلمنتيشن يير ده بيبقى عام سعيد على جميع الناس، بيبقى مش سعيد، بيبقى مش قصدي سعيد هو حاجه حلوه، بيبقى عام مهبد بمعنى صح، يعني بيبقى الناس كلها تبقى مش طايقه نفسها. ليه؟ ان سيستم جديد محدش فاهم السيستم، بتعمل مايجريشن من الاولد سيستم للنيو سيستم، في تيم بيتاخد من الفاينانس بيبقى ديديكيتد للساب امبلمنتيشن تيم، بتلاقي الناس كلها بص كفرانه. ليه؟ عشان في نيو سيستم. طب ما هو نيو سيستم ده معناها نيو ريسك، معناها ان في ريسك ان الفاينانشال داتا اللي كانت في الاولد سيستم ما حصلهاش مايجريشن بالكومبليتلي واكيوريتلي للنيو سيستم. ممكن تلاقي عندك كونسيرن النيو سيستم مش اوبريتنج زي ما انت كنت عايز. كل الحاجات دي ريسكات ممكن تاخدها في اعتبارك. الرابيد جروث، يعني احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا هنبيع 100,000 علبه لبن في الشهر، لقينا فجاه كده بيطلب مننا 5 مليون علبه لبن، فانا اضطريت انت 5 مليون علبه لبن ازاي؟ جبت مكان بسرعه وجبت ناس كتيره وعين لي يا ابني، بدل ما كان عندي مثلا 100 عامل في المصنع، عين لي كمان عليهم 500 عشان انتج 5 مليون علبه لبن مكان 100,000. رابيد جروث، الرابيد جروث حاجه حلوه قوي للشركه، بس ممكن ينكريز الريسك. ليه؟ ان الرابيد جروث معناها ان احنا فجاه كده لقينا نفسنا بنكبر، واللي فجاه بيلاقي نفسه بيكبر بيتوتر، يعني بيتوتر، عين لي اي حد، هات لي اي مكان، اتصرف، يعني ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت، يعني بيع لي اللبن وخلاص، تمام؟ فده بينكريز الريسك عندك. نيو تكنولوجي، نفس القصه، بدل ما كنت بستخدم حاجه معينه استخدمت حاجه جديده، ممكن تبقى حلوه وممكن تبقى وحشه. ليه؟ ان ممكن الناس مش فاهمه النيو تكنولوجي، فده يبقى ريسك. نيو لاينز برودكتس اور اكتيفيتيز، كنت الاول ببيع عصير بس، دلوقتي ببيع عصير ولبن، فاللبن ده بالنسبه لي نيو برودكت، ففي نيو برودكت يعني نيو ريسك على طول. كوربريت ريستراكشر، يعني كنا الاول شركه اسمها المراعي اللي هي تتبع شركه سعوديه بس، دلوقتي بقى اسمنا شركة المراعي اللي هي مملوكة مثلا سي لفارمرز مش عارف ميلك فارمرز الأسترالية مثلا. يعني مثلا لو المراعي كانت شركة مستقلة، غير لما المراعي حد اشتراها من بره، غير لو المراعي اشتريت شركة، يعني مثلا لو المراعي اشتريت جهينة، مختلفة جدا عن المراعي لوحدها، غير لو حد اشترى المراعي شخصيا. يبقى الكوربريت ريستراكشر تكوينة الشركة، هل حد اشترى الشركة ولا الشركة اشترت حد تاني، ولا الشركة انفصلت، ولا الشركة اندمجت، ولا الشركة ولعت، يعني كل ده بيأثر على الريسك اللي عندك. Foreign operations، انت مثلا بتأوبريت مثلا في سوريا، وللأسف في مشاكل كتيرة في سوريا، فده يعتبر ريسك عندك ان انت عندك Foreign operations، فعندك مثلا يعني للأسف ربنا يعفو عنهم عن الناس اللي في سوريا، او عندك مثلا بوليتيكال سيتويشن زي مثلا في مصر او في اليمن او وات ايفر، تمام؟ يبقى الفورين اوبريشنز معناها على طول برضو ايه؟ هاي ريسك. اكاونتنج برونونسمنتس، يعني ايه اكاونت؟ يعني فجاه كده طلع لك معيار جديد، قال لك والله يا جماعه احنا كنا الانفستمنتس كنا بنشتغل بحاجه كده معينه،
قال لك ده في كده معيار اسمه الفير فاليو اوبشن، ده معيار كده خزعبلي وخرافي، او مثلا اي اس 39 ابطال ايفرز، او ايفرز 13، او ايفرز 17، او ايفرز 15، وات ايفر اي ايفرز. فمحتاجين نطبقه. نطبق ايه يا عم؟ ايه المعيار ده اصلا؟ هو فين اصلا؟ واحنا ده لسه طالع امبارح. تمام؟ يبقى لو عندك اي تعديلات محاسبيه ممكن تاثر عليك، ده بيزود ايه؟ الريسك. يبقى الريسك اسسمنت بيغطي الحاجات دي زي ما قلت لك في الواقع العملي، ممكن الحاجات دي تبقى اكتر، ممكن تبقى اقل على حسب. والحاجات دي ده ريسك اسسمنت الناس المانجمنت بتاخدها في اعتبارها. انا بتكلم على الريسك اسسمنت اللي الشركه بتعمله لنفسها. ده تاني عنصر من عناصر الكنترول انفايرمنت. يبقى اول عنصر الكنترول، سوري، ده تاني عنصر من عناصر الانترنال كنترول سيستم. يبقى اول عنصر في الانترنال كنترول سيستم الكنترول انفايرمنت، اهمهم قلناه بالعناصر بالسب كومبوننتس اللي هم الاي سي هامبل. تاني عنصر الريسك اسسمنت شرحناه. تالت عنصر الكنترول اكتيفيتيز اللي هو ادوات الرقابه. انا عندي كنترول انفايرمنت وعملت ريسك اسسمنت، وبناء على الريسك اسسمنت لقيت ان انا عندي مناطق معينه او عندي ارياز معينه عايز يبقى فيها كنترول اكتيفيتيز. يعني ايه كنترول اكتيفيتيز؟ عايز احط فيها كنترولز. يعني مثلا ان مثلا البنك ريكونسيليشن، البنك ريكونسيليشن مثلا ان هي تتمضى او ان يحصل مثلا ان حد يبص عليها، ده يعتبر كنترول. ان انا اعمل سيجريجيشن اوف ديوتيز، اعمل فصل مهام ما بين اللي بيعمل اوثورايزيشن من اللي بيعمل ريكورد كيبنج من اللي بيعمل كاستدي، ده كنترول. ان انا يبقى عندي خزنه للكاش والخزنه دي ليها مفتاح واحد والمفتاح ده مع واحد بس، ده كنترول. ان الانفنتوري يبقى محمي وموجود في مخزن، والمخزن ده فيه انفنتوري او فيه ستور، ستور مان، ستور مان اللي هو الراجل اللي بيبقى قاعد على المخزن اللي هو مسؤول امين المخزن، ده يعتبر كنترول. يبقى انت عندك ادوات طبعا الكنترولز عندك مليون كنترول، عندك مليون كنترول حسب البروسيس وحسب السايكل وحسب الشركه وحسب الانفايرمنت وحسب الليجال ريكويرمنتس، عندك مليون فاكتور. يبقى الكنترول اكتيفيتيز the third composed كذا 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 is composed of various policies and procedures that help ensure that necessary actions are taken to address risks and to achieve intended objectives. يبقى انت بتعمل الكنترول اكتيفيتيز عشان تغطي الريسكات اللي انت عرفتها فين في الريسك اسسمنت، عشان كده هو عملها بالترتيب. يبقى انت عندك كنترول انفايرمنت، دي الانفايرمنت اللي انت بتوبريت فيها. بعديها عندك ريسك اسسمنت، انت كمانجمنت عملت ريسك اسسمنت وعرفت المناطق اللي فيها مخاطر او عندك اللي فيها هاي ريسك ارياز، وعلى اساس الهاي ريسك اريا عملت كنترول اكتيفيتيز. تمام؟ الكنترول اكتيفيتيز كتيره جدا، متقسمين لاربع كاتيجوريز. وخلي بالك الاربع كاتيجوريز دول برضو ممكن في ناس بتقسمهم تقسيمات اكتر وفي ناس بتقسمهم تقسيمات اقل. هو الكتاب مقسمه اربع تقسيمات. تمام؟ ظريف، مفيش مشكله، احنا ممكن تمشي بالتقسيمات دي، بس تحت التقسيمات دي عندك بقى كنترولز بالهبل بالهبل. تمام؟ فدي دي بس الخطوط العريضه. هو مقسمهم على البيبس. ايه البيبس؟ البيبس تمام اللي انت بتشربه. تمام؟ اللي هي P performance reviews، I information processing، P physical controls، S segregation of duties. يبقى انت عندك اربع كاتيجوريز ممكن الكنترول اكتيفيتيز يبقوا تحتيهم، وزي ما قلت لك في واقع عملي الاربعه دول ممكن يبقوا اكتر حسب نوع الشركه. بي بيرفورمانس ريفيوز زي ايه؟ زي مثلا ان انت يبقى عندك ريفيو اوف اكتوال اجينست بادجت مثلا، انت يبقى عندك ان يبقى عندك مثلا مانثلي كنترول، ودي بنشوفها كتير في الشركات، يقول لك ان في مانثلي كنترول، ان الفاينانشال كنترولر بيقدم ريبورت للسي اف او والبورد اوف دايركتورز بالاكتوال بيرفورمانس versus البادجت او versus الفوركاست او versus الهيستوريكال يير. تمام؟ بتشوفها كتير. ده البرفورمانس ريفيوز. الانفورميشن بروسيسنج، انفورميشن بروسيسنج اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالبروسيسنج للانفورميشن. يعني انا مثلا يا جماعه مثلا المعلومات دي مش هتخش في سيستم غير لما حد يعمل ريفيو عليها. مثلا هي مثلا انا عملت كالكوليشن معينه، انا عملت كالكوليشن معينه والكالكوليشن دي فيري سنتف، عملت مثلا حسبه مخصصات او حسبه وات ايفر، قبل ما ادخلها في السيستم الفاينانشال كنترولر هيراجع عليا
او السينيور اكاونتنت هيراجع عليا او التشيف اكاونتنت هيراجع عليا، دي تعتبر جزء من الانفورميشن بروسيسنج. يبقى هي كنترولز اللي هي بتعمل تشيك اكوريسي، بتشوف الدقه، بتشوف الكومبليتنس، وبتشوف الاوثرايزيشن. يعني مثلا انا ممكن اقول له مثلا زي مثلا ايه المثل البيمنت، حضرتك مثلا عندك فواتير معينه عايز تعمل لها بروسيسنج، فالفواتير دي لازم يتعمل لها ابروفال حسب من ناس معينه، مثلا مع الفاينانشال كنترولر هو اللي المفروض يعمل ابروفال على الفواتير دي مثلا. بس او السيلز مانجر او البروكيورمنت مانجر وات ايفر اي تايتل في الشركه. ف الاكونتس بيبل ديبارتمنت مش هتعمل بروسيسنج غير لما تشوف الاوثرايزيشن اللي على الترانزاكشن، لما السيلز مانجر يمضي ان الفاتوره دي تتدفع يبقى خلاص هتتدفع. يبقى دي من ضمن ايه الانفورميشن بروسيسنج كاتيجوري. دي كاتيجوري زي ما قلت لك تحتيها في مليون كنترول. فيزيكال كنترولز باين ان اسمها فيزيكال كنترولز اللي هي الحاجات الفيزيكال سيف جاردنج اوف اسيتس. يعني ايه سيف جاردنج اوف اسيت؟ حمايه الاصول. انت تحمي الانفنتوري او تحمي الكاش او تحمي الاصول نفسها، تحمي البيلدينج، تحمي الكارز وهكذا. الفيزيكال اللي هي الحاجات الفيزيكال، تحمي اللابتوب تمام، تحمي السيرفر، الحاجات دي كلها اسمها فيزيكال كنترولز. رابع حاجه السيجريجيشن ديز، ودي مهمه جدا 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 جدا، ده كونسبت مهم جدا في الانترنال كنترولز، ان انت لازم تفصل المهام. تلات حاجات لازم يتفصلوا، ما ينفعش واحد يبقى معاه اتنين من التلاته دول، لازم كل واحده من دول يتفصلوا، اللي هم ايه الاوثرايزيشن والريكورد كيبنج والكاستدي. بمعنى اللي معاه الاوثرايزيشن اللي معاه الصلاحيه انه يقول اعمل ما تعملش، ما ينفعش يبقى هو اللي معاه الريكورد كيبنج، ما ينفعش هو اللي يسجل في الدفاتر، وما ينفعش يبقى هو معاه الحيازه. ما ينفعش هو معاه الحيازه، يعني اللي معاه الحيازه مثلا الانفنتوري، مثلا الانفنتوري اللي بيقول اشتري انفنتوري او ما تشتريش انفنتوري، ده اللي هم الانفنتوري مانجمنت ديبارتمنت او اللي هم البلانرز، بنسميهم بلانرز حسب بقى مسمى في اي شركه. في شركه بتسميهم بلانرز، تسميهم حماده، تسميهم اي حاجه، تسميهم اي مصيبه. يبقى اللي بيقول تشتري انفنتوري ما تشتريش انفنتوري ده الاوثرايزيشن. بس الانفنتوري بلانرز او الانفنتوري مانجرز او الانفنتوري مانجمنت مش هم اللي معاهم الكاستدي. دي الكاستدي او الانفنتوري نفسه بيروح للوير هاوسز، لايه؟ للوير هاوسز او الستورز مان، اللي هم الناس ثانيه خالص، دول منفصلين عن اللي معاهم اوثرايزيشن. يا بص، يبقى اللي معاه الاوثرايزيشن الانفنتوري مانجرز او الانفنتوري مانجمنت او البلانرز، اللي معاه الكاستدي بتوع الوير هاوسز، بتوع الوير هاوس بالعربي اللي هم الوير هاوس، مش فاكر اسمها بالعربي، المستودعات، ما اعرفش اسمها بالعربي، يعني الاسم اللي جه في دماغي مستودع او المكان اللي بنحط فيه البضاعه تمام، اسمه وير هاوس. يبقى الوير هاوس مفصول عن الاوثرايزيشن اللي جايه من الانفنتوري مانجرز، مفصول عن الريكورد كيبنج، مين اللي هيسجل؟ الفاينانس، الاكاونتنج. يبقى الاوثرايزيشن مفصوله من الريكورد كيبنج، مفصوله من كاستدي. ده اسمه segregation of duties. يبقى concept segregation of duties ده concept مهم. concept segregation of duties بيتطبق على حاجات كتير جدا، ممكن تطبقه على الانفنتوري، ممكن تطبقه على الكاش، ممكن تطبقه على البايرول، تطبقه على فودافون كتيلي كوميونيكيشن، تطبقه على المراعي كمانيفاكشرنج، تطبقه على النادي الاهلي كنادي كوره او كمؤسسه رياضيه. segregation of duties ده concept بيتطبق على حاجات كتيره جدا. طيب ده تالت عنصر من عناصر الانترنال كنترول سيستم. رابع عنصر الانفورميشن اند كوميونيكيشن، مهم جدا 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 جدا. طب دلوقتي انا عندي كنترول انفايرمنت، بيئه الرقابه، وعملت ريسك اسسمنت، وعلى اساسها هعمل كنترول اكتيفيتيز. بس انفورميشن كوميونيكيشن يعني ايه انفورميشن كوميونيكيشن؟ هو احنا جوه الشركه بنتكلم مع بعض ازاي؟ يعني ايه بنتكلم مع بعض؟ تعالى يا ابني، يعني ايه بنتكلم مع بعض ازاي؟ يعني احنا بنكومينيكيت مع بعض ازاي في الشركه؟ عادي بنتكلم. ايوه، ما انت بتتكلم دي كلام، في كلام فيربل، بس في حاجات الديبارتمنتس بتتكلم مع بعض فيها سيستماتيك او عن طريق الورق. بمعنى لما اقول لك ان الـ ان الـ ان الـ الـ البيبلز مثلا، لما يجي بتوع البيبلز بتوع الاي بي او بتوع البيبلز عشان يدفعوا البيبلز عشان يدفعوا اي فواتير،
بيجي لهم فواتير وبيجي لهم اوثورايزيشن ان هم ان اللي طلب اللي طلب الخدمه دي يستعمل خدمه، وفي اوثورايزيشن معين وفي كاستدي معينه وهكذا. الورق ده بيتنقل ازاي؟ هل بيتنقل عن طريق السيستم؟ يعني هل مثلا البتاع البيبلز بيخشوا على الساب او بيخشوا على الاوراكل ويشوفوا الكلام ده على الساب، ولا بيجي لهم ورقه هارد كوبي، بيجي لهم ورقه مطبوعه، ولا حد بيكلمهم في التليفون، ولا واحد بيروح لهم كده ووكن تمام، ولا طريقه الكوميونيكيشن جوه الشركه؟ اصل في شركات بتبقى مانيوالي اورينتد وفي شركه بتبقى اوتوميتد او سيستمايزد، وبتفرق حسب حجم الشركه. انت ممكن تلاقي شركات مالتي ناشونال، تلاقي مثلا ان انت البيرول بتاعك بيتعمل له بروسيسنج في الهند، او بيتعمل له بروسيسنج مثلا في دبي وانت قاعد في السعوديه. يعني انا شغال في شركه في السعوديه والاتش ار والبيرول بتاعي بيتعمل له بروسيسنج في دبي او في الهند، ممكن. ليه؟ عشان في كوميونيكيشن معين، انفورميشن سيستم معين، طريقه معينه للكوميونيكيشن. هو ده اللي بقول لك عليه، الطريقه اللي احنا بنستخدمها. بص اهو بقى، the fourth component includes the accounting system، الطريق السيستم المحاسبي، consisting of the methods and records established to record، عشان تسجل، process، تعمل processing، summarizing and reporting entity transactions. يعني احنا بنستخدم ساب ولا شغالين دفتر يومي امريكي بتاع سنة 1910؟ ما هو دفتر اليومي الامريكي بتاع سنة 1910 ده يعتبر information and communication، والساب والاوراكل يعتبروا برضو information and communication. بس انت لازم تعرف انت بتعمل ايه، هل انت شغال بسيستم مانوال ولا شغال اوتوماتيك ولا شغال اوتوماتيد. To be effective and the information and communication system should accomplish the following goals. مهمه جدا جدا. سواء شغال مانوال او شغال سيستمايزد، لازم عندك اوبجكتيفز معينه في الانفورميشن سيستم بتاعك، في النظام المعلوماتي بتاعك. وخلي بالك، مش معنى ان انت شغال مانوال ان الدنيا ضايعه، ومش معنى ان انت شغال سيستمايزد ان انت كل حاجه مظبوطه. يعني الواقع العملي، انا شخصيا شفت شركات شغاله مانوال وعندها اكاونتنج سيستم غبي، بص ما يفوتش فتفوته. مش معنى ان هو مانوال ان هو وحش، هو ممكن يبقى طول عليه تايم كونسيومينج، طول عليه اولد سكول، طول عليهم من ايام الجنيه الجبس، سميهم زي اتريق عليهم زي ما انت عايز، بس في الاخر هو افكتيف، هو الحاجه بتوصل او المعلومات بتوصل او المعلومات بتتسجل مظبوطه وفي البيريد المعينه وبالرقم المعين والدنيا مظبوطه حتى لو هم اولد سكول. وفي شركات تانية ممكن يبقى عندها ساب او اوراكل او مايكروسوفت داينامكس او اي سيستم من السيستمز الكبيره، او مش عارف كويك بوكس او الحاجات دي كلها، وفي الاخر تلاقي السيستم بايظ، او تلاقي الكونفيجريشن بتاعه مضروب، او تلاقي فيه سكيورتي كونسيرنز، او تلاقي فيه كيوب بتتضرب ما تفهمش منين. بلاش كونسبت ان اي حاجه مانوال وحشه واي حاجه اوتوميتد حلوه. في حاجات بتبقى اوتوميتد وزي الزفت، وفي حاجات بتبقى مانوال وبتبقى كويسه. طبعا انت بتحاول تروح للاوتوميتد عشان توفر في الوقت وتوفر في المجهود وتوفر في العماله، ده طبيعي. بس مش كل حاجه اوتوميتد بتبقى حلوه، ومش كل حاجه مانوال بتبقى وحشه. الفكره في الاخر في الاوبجكتيف. طيب سواء بقى مانوال او اوتوميتد، الانفورميشن كوميونيكيشن كاوبجكتيفز انت عايز توصل لايه؟ ان السيستم بيعمل ايدنتيفاي اند ريكورد اول فاليد ترانزاكشنز. يعني انت سواء انت شغال بدفتر يومي امريكي من سنه 1910، او شغال بساب اوريك بالساب اخر ريليز، انت عايز في الاخر توصل انك بتعمل ايدنتيفيكيشن وريكوردنج لكل ترانزاكشنز. ديسكرايب اون تايملي بيزس، يعني انت عندك السيستم بيديك المعلومات بتاعتك وبيسجل المعلومات بتاعتك في الوقت المناسب. measure the value properly، يعني لو انت مثلا عندك مثلا سي معلومات بالدولار وحطيتها في السيستم، فالسيستم بيجيب لك الفورين اكسشينج مناسب، يعني بيجيب لك المعلومات بالدولار بالجنيه او العكس او بالريال او وات ايفر بطريقه مناسبه. او لو انت حطيتها مانوال، المانوال ده بيوديك المعلومات بطريقه مناسبه. record in the proper time period، يعني سواء انت شغال بدفتر يومي امريكي او ساب، فانت بتحطها في السنه بتاعتها، في الشهر بتاعه، مفيش شهر بيضرب في شهر.
properly present and disclose، يعني سواء manual او سواء systemized او سواء automation، ال information communication بيديك الريبورتس اللي انت عايزها، و communicate responsibilities to employees، يعني بمعنى صح كل موظف عارف هو ايه دوره في الاكاونتنج سايكل سواء manual او سواء automation. حلو، ده رابع عنصر في الانترنال كنترول اللي هو الانفورميشن كوميونيكيشن. خامس عنصر المونيتورنج. خامس عنصر هو انك تشوف ان الاربعه اللي فوق كويسين. يبقى خامس عنصر معناها انك تشوف ان الاربعه اللي فوق كويسين، بمعنى ان انت عندك كنترول انفايرمنت، وان انت عندك ريسك اسسمنت، وان انت عندك انفورميشن كنترول اكتيفيتيز، وان انت عندك انفورميشن كوميونيكيشن. يبقى انك تشوف بقى ان انت عندك الاربعه دول، دي اسمها مونيتورنج، اللي هي انك تعمل رقابه. زي مثلا ايه، خلي بالك انا مراجع خارجي، انا اكسترنال اوديتور، انا اكسترنال اوديتور. ان الشركه عندها انترنال اوديت ديبارتمنت، الشركه عندها انترنال اوديت ديبارتمنت وعندها نظام مونيتورنج، ده يعتبر جوه مونيتورنج. ان الشركه عندها النظام ان هي بتراجع على نفسها، ده اسمه مونيتورنج. يبقى مونيتورنج هو monitoring assesses the quality of internal control performance over time. مين اللي بيعمل monitoring؟ أنا كإكسترنال أوديتور؟ لا، monitoring ده جزء من internal control system اللي الشركة بتعمله لنفسها. اوعى تنسى الموضوع ده، عشان في ناس كتيرة من اللي درست لهم كانوا الدنيا بتضرب منهم، يقول لك monitoring ده اللي أنا هعمله كمراجع. يا سيدي لا، ده جزء من internal control system اللي أنت بتشوف، اللي أنت بتقيمه. يبقى monitoring ده الشركة بتعمله لنفسها. في نوعين من المونيتورنج، في ongoing او separate. ongoing يعني متواصل، يعني مثلا يقول لك مثلا في مثلا كل شهر بنعمل تسويه معينه او reconciliation معينه لحاجه معينه، فدي حاجه اسمها ongoing بتحصل كل شهر. او في حاجه اسمها separate evaluations، زي مثلا الاوديت، يقول لك مثلا احنا هنجيب internal auditor يرجع لنا على البايرول، او يرجع لنا على الفاينانشال ريبورتنج، او يرجع لنا على البروكيورمنت، او يرجع. هو الانترنال اوديتور مش بيعمل كده كل شويه، الانترنال اوديتور ممكن بيعملها مره في السنه. دي اسمها سيبريت ايفالويشن، اسمها سيبريت ايفالويشن، تمام. او ممكن يبقى في حاجه كونتينوس، تقارير مثلا بتطلع كل شهر او كل ربع سنه او كل اسبوع، دي اسمها اونجوينج. يبقى مونيتورنج ممكن يبقى اونجوينج، ممكن يبقى سيبريت ايفالويشنز. كلمه سيبريت ايفالويشنز هتلاقي في ساعات في ساعات كتب او ساعات في الاسئله بيسميها ديسكريت. افتكر اللفظ ده، اسمها ديسكريت. يبقى السيبريت ايفالويشنز ساعات بيسميها ديسكريت. فانت ممكن يبقى عندك اونجوينج او ديسكريت سلاش سيبريت ايفالويشنز، او ممكن يبقى كومباينيشن، ممكن يبقى كوكتيل. وزي ما قلت لك السيبريت ايفالويشنز زي الحاجات اللي مثلا اللي ممكن الانترنال اوديتور يعملها او اي حد تاني يعملها. طيب انا خلصت الانترنال كنترول الكومبوننت. على فكره هيتشرحوا تاني بالتفصيل اكتر، بس انا ده كده بس حاجه ليفل ده كده، يعني نفس الكلام. على فكره دلوقتي وانا بشرح معاك انا اتكلمت كتير شويه وشرحت بالتفصيل شويه، فده برضو هيريحني لما اجي اكمل اليونت. في حاجات كتيره من اليونت بيقولها انا اوريدي هبقى قلتها، فان شاء الله هنجري شويه في اليونت. طيب التعديل اللي على كان على 2013 اللي على الانترنال كنترول الفريم ورك اللي كوز طلعه، نفس القصه. هتلاقي ان هو وضح حاجات زياده شويه او حط حاجات زياده شويه على مستوى كل كومبوننت، يعني على الكنترول انفايرمنت، على الريسك اسسمنت، على الكنترول اكتيفيتيز، على الانفورميشن كوميونيكيشن، على المونيتورنج، نفس الكلام. بص يعني انا هقول لك، انت لو ما اشتغلتش في انترنال كنترول بالتفصيل او مفصل قوي هتحس ان اصلا مفيش فرق، وهتحس ان هو ما عملش حاجه زياده. وهو فعلا هو ما عملش تعديلات جوهريه، هو بس وضح حاجات زياده او عمل مور كلاريتي لحاجات زياده شويه، تمام. اقرا الجزء ده، الجزء ده يعني نفس الكلام اللي انا قلته بس بيستطرد شويه، يعني بيزود شويه في الكلام. وكده كده الكلام ده اصلا لسه ما اتطبقش سواء في الاي اي سي بي ستاندردز او في الاكو. طيب انا خلصت الجزئيه بتاعه الانترنال كنترول كومبوننت الكودو. الفقره اللي بعديها بيتكلم على شويه بوينتس كده خدهم في اعتبارك واحنا بنتكلم عن الانترنال كنترول. اول حاجه الفاينانشال ستيتمنت اسيرشنز، ان انت وانت بتبص على الانترنال كنترول انت كاوديتور، وانت بتبص على الانترنال كنترول سيستم بتاع الشركه وبتعمل له اسسمنت وبتشوف هل هو حلو ولا وحش ولا رايح في سكه داهيه، بتاخد في اعتبارك الاسيرشنز اللي انت بتفحصها. يعني زي ما قلت لك
مثلا انت بتفحص الفيكس اسيتس، جميل، الاصول الثابته، عايز تشوف الاكزيستنس، عايز تشوف الاكزيستنس، بلاش الفيكس اسيتس سي، خليني اقول لك الانفنتوري. الانفنتوري هو مثال حي شويه او مثال اقرب شويه للواقع. انت بتفحص الانفنتوري فبتشوف الاكزيستنس. انت وانت بتست الاكزيستنس ده موضوع، ده موضوع تاني كسبستنتيف. بس انت وانت بتشوف التست اوف كنترولز، ايه التست اوف كنترولز انت هتشوفها؟ ان الانفنتوري موجود ومحدش يقدر ياخد منه حاجه. فايه الكنترولز الموجوده؟ هتبقى غالبا هتبقى فيزيكال كنترولز. ليه؟ ان الانفنتوري موجود في وير هاوس، وير هاوس ده مش اي حد يقدر يخش كده ياخد اي حاجه من المخزون ويطلع، وفي وير هاوس او ستورز مان موجود هناك او اللي هو امين المخزن، والدنيا ايه، الدنيا متسيطر عليها او الدنيا كنترولد. ده عشان تغطي الاسيرشن بتاع الاكزيستنس. افتكر الاسيرشنز اللي احنا شرحناها في اليونت اللي فات. طيب بس انت لو عايز تشوف الاسيرشن بتاع الفالويشن، اللي هو هل المخزون واخدين له المخصص بتاع السلو موفينج ستوك، او اللي هو المخزون البطيء او الراكد، او المخزون البايظ، هل هتشوف الفيزيكال كنترولز؟ لا، الفيزيكال كنترولز دي لا حاجه خاصه بايه، بالاكزيستنس. طب انت عايز تشوف الكنترولز اللي خاصه بايه، بالبروفيجنز. ساعتها هتشوف البروفيجنز كالكوليشنز، وهل البروفيجنز كالكوليشنز هل بيتم مراجعتها من الفاينانشال كنترولر او من السي اف او، وهل في كرايتيريا الشركه بتتبعها ولا ما فيش كرايتيريا. لو هل انتوا عندكم بوليسي للاس ام اس اللي هو سلو موفينج ستوك، في شركات ممكن تقول لك اي حاجه مثلا فوق الثلاث شهور بيتم مثلا اخذ مخصص ليها مثلا سي 40%، اي حاجه فوق ست شهور تبقى 100% مثلا. وعندهم سياسه، والسياسه دي متوافق عليها من مجلس الاداره او من الاودت كوميتي، والناس كلها ماشيه عليها، ده يعتبر كنترول. وفي شركه ثانيه بتقول لها مثلا انت عندكم السلو موفينج ستوك بتعملوه ازاي؟ قشطه، يعني بنحس بيه. يعني ايه بنحس بيه؟ يعني بنشوف كده السلو موفينج ستوك بالواي كده بالصلاه على النبي عباره عن كام، وبنضرب قيد وخلاص. يبقى معنى كده ان الشركه الثانيه مفيش فيها كنترول، والشركه الاولانيه فيها كنترول. بس بتكلم على انهي اسيرشن؟ على الفالويشن، مش على الاكزيستنس. يبقى انت لما تيجي تبص على الانترنال كنترول سيستم، انت برضو بتاخد في اعتبارك او بتبص او بتعطوه بتفكر في ايه، في الاسيرشنز اللي انت بتعمل لها او هتعملها تيستنج بعد كده. ده ملخص الكلام بتاع الباراجراف ده. limitations of internal controls مهمة جدا 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 جدا. زي ما قلت لك ان الانترنال كنترول كسيستم الشركة بتطبقه على نفسها مش بيدي absolute assurance. يعني ارجع لتعريف الكوزو. الكوزو لما عرفت لك الانترنال كنترول قالت لك هو process affected by the board of directors, management and other personnel designed to provide reasonable assurance, مش absolute assurance. ليه؟ ان اي حاجة في الدنيا reasonable. ليه؟ عشان اي حاجة في الدنيا ممكن تتضرب. ان اي حاجة في الدنيا هي subject للhuman judgment. يعني انا حكمي الشخصي ان الحتة دي الكنترول عليها مفروض يبقى بالطريقة دي، ممكن حكمي يبقى غلط، ممكن حكمي يبقى صح. يبقى هي subject للhuman judgment. ممكن يبقى فيه عندي errors او حكمي صح، يعني انا عملت الكنترول صح بس تطبيقه كان غلط. ممكن يحصل كولوجن. ايه كولوجن؟ يعني تواطؤ بين الموظفين. يعني انا مثلا عامل سيجريجيشن اوف ديوتيز، عامل الاوثرايزيشن مع شخص، والكاستدي مع شخص، والريكورد كيبنج مع شخص، فعامل سيجريجيشن اوف ديوتيز للثلاث حاجات دول مع ثلاث اشخاص عشان امنع المشكله. بس افرض الثلاثه دول تواطؤوا مع بعض، يعني اللي معاه الاوثرايزيشن ظبطها مع اللي معاه الكاستدي، ظبطها مع اللي معاه الريكورد كيبنج، فحصل كولوجن، حصل تواطؤ مع الموظفين، ما بين الموظفين، ساعتها ضرب الانترنال كنترول مع انك عملت اللي عليك. جميل. ساعات بيبقى فيه كوست بنفيت اناليسيس. يعني انت ممكن تقول انا مثلا عندي قهوه وشاي، القهوه والشاي دول ممكن يتسرقوا. دي اسمها سرقه، خلي بالك ان اسمها سرقه برضو، اسمها ميس ابروبريشن اوف اسيتس. بس هل انت هتعمل internal control system عشان القهوة والشاي؟ بلاش يا سيدي القهوة والشاي، عشان ممكن الناس تستهبل شوية. المثال الستيشنري اللي هي الإلام والمسطرة والورق، وورق الطباعة، وورق مش عارف التصوير والكلام ده، بيبقى بمبلغ. فأنت ممكن تقول أنا عايز أعمل controls على الستيشنري اللي هي الأدوات المكتبية،
ممكن تتسرق، ان هي ممكن ساعات بتبقى مبالغ كبيره مش قليله، بس انت عشان تعمل عليها كنترول ممكن الكوست اوف كنترول يغطي البنفيت اللي هتجي لك. يعني انت مثلا سي شايف ان في استهلاك عالي قوي للستيشن للادوات المكتبيه، فانت لو هتجيب كنترول هيوفر لك في الاستيشنري سي مثلا 5000، بس هتضطر تعمل كنترول ب 10000. يبقى انت عشان تطبق الكنترول الكوست اوف امبلمنتنج الكنترول ممكن يبقى اكتر من البنفيت، ساعتها مش هتطبق الانترنال كنترول. يبقى في عوامل كتيره بتخلي لك ان في قيود على الانترنال كنترول، ويخليه ان هو يدي لك ريزونبل اشورنس مش ابسولوت اشورنس. زي ايه؟ هيومن جادجمنت ان ديسيجن ميكينج كان بي فولتي. انا مثلا قراري ان انا اعمل الكنترول ده بالطريقه دي وطلعت غلط، في هيومن ايرور. بريك داونز كان اوكير بيكوز اوف هيومن فيلر ساتش اس سمبل ايرورز اور ميستيكس. يعني انا عملت الديزاين للكنترول صح بس التطبيق كان غلط، فانت عندك ايرور او ميستيك في الامبلمنتيشن. ممكن كنترولز ويذر مان اوتوميتد كان بي سيركمستاندد باي كولوجن سيركمفنتد، يعني يتم تجاوزها بالكولوجن. كولوجن هو التواطؤ، زي ما قلت لك عامل سيجريجيشن اوف ديوتيز، الكاستدي مختلف عن الاوثورايزيشن مختلف عن الكود كيبنج، بس التلاته دول اتفقوا مع بعض وسرقوني هعمل لهم ايه؟ خلاص يعني عملت اللي عليا. مانجمنت هاز ابيليتي تو اوفر رايت انترنال كنترول، ودي مهمه جدا. ان المانجمنت انت مثلا سي محاسب في الاكونتس بيبل، مفروض عندك خطوات، عندك بروسيس معينه عشان تعمل بروسيسنج للانفويسز. جا السي اف او قال لك يا محمد الفاتوره دي عديها لي واضرب لي القيد ده، هتقول له لا؟ هل انت كاكونتنت صغير هتقول للسي اف او انا مش هعمل القيد ده؟ هيقول لك مع السلامه، تاني مش تاني يوم يعني، دي بعدها بخمس دقايق هتلاقي نفسك بره. فالمانجمنت عندها الابيليتي القدره تو اوفر رايد انترنال كنترول. كلمه اوفر رايد انترنال كنترول من الترمينولوجي اللي انت لازم تبقى عارفها. اوفر رايد انترنال كنترول يعني تتجاوز نظام الرقابه الداخليه. كوست كونسترينز نفس القصه اللي قلت لك عليها، اللي هو حته الحمد لله تمام. كوست كونسترينز حته ان انت ممكن يبقى عندك تكلفه ان انت تعمل الكنترول تبقى اكتر من المنفعه اللي هتيجي من البنفيتس اللي هتيجي لما تطبق الكنترول. ثالث حاجه الكاستم كلتشر اند كوربريت جوفرنس سيستم مي انهبيت فرود ذات بات دي ار نوت ابسولوت ديترنتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت برضو ممكن نتيجه ان انت ممكن يبقى عندك فرود، ممكن يبقى عندك اي حاجه جوه الشركه ما تخلكش ان انت تقدر تدي ابسولوت اشورنس ان كل حاجه وارده في اي سيستم. طيب accounting versus administrative controls، زي ما قلت لك قبل كده ان انت تاخد بالك من الكنترولز اللي ليها علاقه بالفاينانشال ستيتمنتس اللي هتضرب لك الاكونتنج سيستم بتاعك بالكنترولز الثانيه، لازم تفرق ما بينهم. بس خلي بالك ان هي في شويه قوانين بتنظم عمليه الانترنال كنترول، او في قوانين معينه اتكلمت عن الانترنال كنترول سيستم. زي ايه؟ الفورن كوربت براكتس اكت. القانون ده مهم جدا، بنسميه الاف سي بي اي، يعني هو اسمه الاسم الدارج بتاعه هو اسمه بالكامل فورن كوربت براكتس اكت. اف فور فورن، سي فور كوربت، براكتس، بي اي اكت، اف سي بي اي. فلما حد يقول لك الاف سي بي اي تعرف ان انا بتكلم عن الفورن كوربت براكتس اكت. هقول لك القانون بيتكلم عليه بسرعه، على فكره القانون ده هنتكلم عنه هنا وهنتكلم عنه قدام تاني في موضوع تاني، انا هقوله بسرعه هو بيتكلم على ايه عشان اخلص. الفورن كوربت براكتس اكت ده قانون نزل في امريكا سنه 77. القانون ده اسمه فورن كوربت براكتس اكت، يعني الفساد الخارجي مش الداخلي. يعني ايه؟ القانون ده بيجرم او بيمنع اي شركه أمريكية سواء بتأوبريت في أمريكا أو بتأوبريت بره أمريكا. يعني مثلا أقول لك إيه شركة أمريكية؟ ماكدونالدز مثلا، تمام؟ ماكدونالدز شركة أمريكية بس هي بتأوبريت في أمريكا وبتأوبريت بره أمريكا، يتطبق عليها الـ FCPA على الأوبريشنز بتاعتها اللي جوه أمريكا واللي بره أمريكا.
ليه بقى؟ القانون ده بيقول ممنوع الشركات الامريكيه سواء اللي بتوبريت جوه امريكا او بره امريكا تدي رشاوي او تدي كيك باكس او رشاوي او سميها زي ما تسويها لاي موظف او مسؤول حكومي في الخارج، عشان كده اسمها فورين تتكلم الحاجات اللي بره، اللي بره امريكا. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت يعني لو انت مثلا اعطيت رشوه لحد مش حكومي ما فيهاش مشكله. لا مش ما فيهاش مشكله، بس القانون ده بيتكلم بالاخص على الحاجات الحكوميه الاوفيشال امبلويز. يبقى الفورين كوربت براكتس اكت، قانون الاف سي بي اي بتاع 77، ده قانون امريكي بيتطبق على الشركات الامريكيه اللي بتوبريت جوه امريكا او بره امريكا او بره امريكا. بيعمل ايه؟ وبيحر او بيجرم وبيمنع، بيقول ان الشركات ممنوع تدي اي رشاوي لاي موظفين حكوميين بره امريكا. ان ممكن شركه تقول لك انا عملت رشوه، بس عملت رشوه لموظف في الفلبين مثلا، انتوا مالكم؟ لا، القانون ده بيمنع الكلام ده. تمام، القانون ده مهم جدا، والقانون ده لحد دلوقتي شركات كتيره بتستخدمه او شركات كتيره بتطبق عليها. خش على النت هتلاقي فيه شركات كتيره بقى عليها غرامات ومشاكل كتيره بسبب الاف سي بي اي، نتيجه مثلا شركه امريكيه بتوبريت مثلا في الفلبين او بتوبريت في مصر او بتوبريت في ليبيا مثلا، ودفعت رشاوي لموظفين حكوميين بره امريكا، وتعرف الموضوع ده، فساعتها الحكومه الامريكيه او المشرع الامريكي بيفرض غرامات تقيله جدا على الشركات دي. طيب ده بالنسبه للفورين كوربت براكتس اكت. ايه علاقته بقى، ايه علاقته بالانترنال كنترول؟ القانون لما طلع بالموضوع ده اللي قلت لك عليه، وطلع بحاجات تانية. زي القانون قال لك requiring every corporation registered under the Security Exchange Act of 34 to maintain a system of strong internal accounting control. يعني قال لك القانون ده طلع قال لك ان اي شركة بتوبريت تحت قانون 34 للSecurity Exchange Act. قانون 34 ده ان شاء الله لما تيجي تذاكر الريجيليشن، الناس اللي ذاكرت الريجيليشن عارفين قانون 34، والناس اللي لسه هتذاكر الريجيليشن هتعرف ايه هو قانون 34. قانون 34 ده بينظم، في عندك قانون 33 قانون 34، قانون 33 34 بينظم حركة السكيورتيز، بينظم الاصدار الاسهم وتداولها والكلام ده. فبيقول لك اي شركة متسجلة تبع لقانون 34 او 3 او خلينا نقول 34 اللي هو تفاصيله مش عليك دلوقتي، تفاصيله دي ان شاء الله تذاكرها ان شاء الله في الريجيليشن. ان اي شركه تبع للقانون ده ان هي يبقى عندها سيستم اوف انترنال كنترول، سيستم اوف انترنال اكاونتنج كنترول. يعني سيستم انترنال كنترول على ايه؟ على الاكاونتنج. requiring corporations to maintain accurate books and records. وبتقول ان اي corporations لازم عندها accurate books and records، يعني اي شركه لازم عندها دفاتر وسجلات محاسبيه دقيقه. and make it illegal or for individuals or business entities to make payments to foreign officials to secure business. دي اللي قلت لك عليها، ان القانون بيقول ممنوع حد يدفع اي رشاوي او اي حاجه لموظفين foreign، بص بره امريكا، ويكونوا officials حكوميين. violation of this act، لو انت عملت اي مشكله مع الاكت ده، انت مثلا دفعت رشوه مثلا لموظف في وزاره الصحه في مصر مثلا او في السعوديه، وانت شركة امريكية، ممكن تدفع غرامات up to 1 مليون. تمام، او ده للشركة، او 10,000 للانفيديوز. يعني ممكن الشركة نفسها تدفع لحد مليون، ممكن الموظف نفسه او اللي عمل المشكلة دي نفسها ممكن هو يدفع غرامة شخصية 10,000 دولار. وكان ده هتاخده بالتفصيل في regulation ان foreign corrupt practice act، هتاخده برضه في regulation. وبرضه في سجن، ممكن سجن يبقى لحد 5 سنين للانديفيدوال اللي عمل الموضوع ده. طيب ده بالنسبه للفورين كوربت براكتس اكت، قلنا عنه بسرعه. الكوزو، هنا الكوزو الحته اللي انا قلتها في الاول لما قلت لك ان الكوزو قصتها ايه؟ دول ناس قعدوا مع بعض كده، اتجمعوا على القهوه، اللي هم مين؟ ناس من الاي اي سي بي اي اللي هم بتاعت السي بي ايز، ناس بتاعت الاي ام اي اللي هي بتدي السي ام اي شهاده السي ام اي، ناس من الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز اللي هو بتوع السي اي اي بتوع الانترنال اوديت،
وناس تانية كده معاهم، حاجة اسمها American Accounting Association، وحاجة اسمها الـ Financial Executive Institute. شوية كده شباب، تمام، شوية كده ناس قعدوا على القهوة مع بعض، قعدوا يتكلموا. ايه يا جماعة، احنا كلنا مستقين في موضوع الـ Internal Control، ومحدش فينا عارف ايه هو الـ Internal Control أصلا. ما تيجي نعمل كده منظمة اسمها الكوزو، ومن خلالها ننظم موضوع الـ Internal Control، نطلع ديفينيشن انترنال كنترول، نقول هي عناصر الانترنال كنترولز اللي هم الخمسه، ونشوف كل عنصر بيتكلم عليه اللي احنا شرحناه. اخر حاجه في السكشن ده السيرفنس اوف ذا اكت، السوكس احنا شرحناه في اليونس اللي فاتت. احنا قلنا ان السوكس بينظم موضوع الانترنال كنترول بطريقه يعني طريقه قويه جدا. سكشن 302 احنا قلنا ان السوكس في كذا سكشن، وشرحنا السوكس قبل كده مش هشرحه تاني. المهم في سكشن 302 بيقول لك ان لازم الاوفيسرز سواء السي اف او او سي او او الكلام ده يبقى عندهم انترنال كنترول سيستم افكتيف وديسكلوز، ولازم يديسكلوز اي سيجنيفيكنت انترنال كنترول ديفيشنسيز للكومبنيز اوديتورز او الكوميتي. يعني سكشن 302 بيقول ان الشركات الاوفيسرز السي اف او والسي او بيبقى مسؤولين ان هم عندهم انترنال كنترول سيستم قوي، ولو في اي قصور في الانترنال كنترول، اي مشاكل في الانترنال كنترول، بيبلغوها للاوديتور وبيبلغوها للاوديت كوميتي. ده سكشن 302. سكشن 404 ده اللي انا شرحته قبل كده وهنشرحه تاني بالتفصيل. فاكر لما قلت لك ان سكشن 404 بيقول ان الشركه، وشرحته المره اللي فاتت او المره اللي قبلها، ان الشركه بتعمل تقييم، الشركه نفسها، انا الاوديتور بلاش، الشركه نفسها بتعمل تقييم للانترنال كنترول سيستم بتاعها according to specific criteria زي الكوزو. وانا كمراجع سوكس اوديتور بروح بدي رايي على التقييم بتاع الشركه، وبطلع اوبينيون على الانترنال كنترول سيستم بتاع الشركه، ده غير الاوبينيون بتاعي بتاع الفاينانشال ستيتمنتس. يعني لو انا سوكس اوديتور بطلع اتنين اوبينيون، واحد اوبينيون للانترنال كنترول سيستم والافكتيفنس بتاعته، واوبينيون تاني على الفاينانشال ستيتمنتس ازاي، وهل بيتعاملوا في ريبورت واحد ولا في تو ريبورتس والكلام ده، هتشرح ان شاء الله ضمن التفصيل، وشرحته قبل كده في اليونتس اللي فاتت، ارجع للموديول اللي فات. اخر حاجه سكشن 906 ده سكشن بطيخه شويه، اللي هو بيقول لك ان المانجمنت في ريبورتنج ريكويرمنتس للسك، اللي هي هيئه سوق المال او اللي احنا بنسميها سيكيورتيز اكسشينج كوميشن، زي هيئه سوق المال كده في مصر، تمام. ان هو مثلا بقى عندهم حاجه اسمها، الناس اللي اشتغلت في امريكا او راحت امريكا، في حاجه اسمها 10K و10Q. 10K دي كده زي فورما او زي ريبورتنج باك بتروح للسك كل سنه، تمام. و10Q 10Q اللي هي كيو فور كوارتر، حاجه تتقدم للسك او للسيكيورتيز اكسشينج كوميشن كل كوارتر. Reports comply with the relevant securities law and مش عارف blah blah blah. يعني انت بالاخر سيكشنز 906 بتقول ان انت المانجمنت بتقدم الريبورتس بتاعتها للسك اللي هي سكيورتيز اكسشينج كوميشن في الوقت المناسب، سواء انيولي في فورم 10K او 10Q للكوارترز. كده انا خلصت اول سيكشن عندي، اللي هو النيتشر اوف انترنال كنترول، طبيعه الانترنال كنترول، يعني ايه انترنال كنترول وعناصره وحاجته. المره اللي جايه ان شاء الله the auditor's consideration of internal control. على الحصه بتاعت النهارده انا اتكلمت عن internal control من وجهه نظر المانجمنت. المانجمنت المفروض تعمل ايه في internal control؟ المانجمنت المفروض يبقى عندها internal control، internal control يبقى قوي، internal control يبقى ظريف وحلو. اتكلمت عن دوري، عشان كده الحصه النهارده طولت شويه، ان انا اتكلمت على دوري كاوديتور ناحيه internal control. الكلام ده هيتشرح بالتفصيل دلوقتي في الكتاب المره اللي جايه ان شاء الله. يعني المره اللي جايه هخش في الاوديتورز كونسيدريشن اوف انترنال كنترول، انا بقى كاوديتور ازاي هكونسيدر، ازاي هاخد في اعتباري الانترنال كنترول بتاع الشركه نفسها. حاجات كتيره من اللي قلتها النهارده ان شاء الله هقولها بالتفصيل تاني، او هتكلم عنها تاني ان شاء الله المره اللي جايه، لما اجي اقرا ان شاء الله المره اللي جايه من الكتاب السكشن ده. انا هقف النهارده على كده ان شاء الله. نصيحتي ليك، عايز تقرا الجزء اللي فات وتبتدي تحل عليه، هو جزء صغير في الكتاب، يعني انت هتحل من 1 ل 9 9 ام سي كيو، عايز تحلهم خير وبركه. عايز تصبر لحد ما انزل المحاضره اللي جايه، ان المحاضره اللي جايه هتبقى تكمله للمحاضره اللي انا شرحتها النهارده، اللي هي الاوديتور كونسيدريشن انترنال كنترول. عايز تصبر المره اللي جايه عشان تاخد الموضوع على بعضه، انت حر، مش هتفرق معايا، مش هي دي اللي هتوقفك يعني، تمام. هقف على كده ان شاء الله، اشوفكم المره اللي جايه، والمره اللي جايه ان شاء الله نكمل الانترنال كنترول يونت 3 ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.